الدي في دي بالمونري امبوليزم، اول حاجه بروفلاكتيك. طبعا البروفلاكسس ده يعني ايه مثلا؟ طبعا انتوا يعني حاجات الجراحيه دي انتوا عارفينها، اللي هو ايه يعني الواحد اهم بروفلاكسس عارف مين؟ الناس اللي هم بيبقوا بوست اوبراتيف. خلي بالك بقى من الحته دي مهمه، يعني دايما اللي بيعمل عمليه، خلي بالك عمليه جراحيه، لازم يعمل ايه؟ لازم ان هو يقول للعيان ايه، قوم بقى يلا امشي اتحرك، يعني بيخافوا. يعني عشان كده انتوا تلاحظوا العيانين يقعدوا يتمشوا كده في المستشفى، بتشوفوهم ولا وانت طالع كده راح براحه كده، تلاقي ناس عماله تتمشى كده وماسك القسطره والجلابيه بتاعته عليها دم، شفتوا المناظر دي؟ طب هو بيعمل ليه كده؟ لازم يعمل كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا، ايه العمليات الجراحيه اللي قمن فيها يحصل بوست اوبراتيف دي في دي؟ هي عمليات البلفيك سيرجري. البلفيك سيرجري زي الهيب سيرجري، تعرفين الناس اللي بيجي لهم بقى بيعمل هيب جوينت ريبليسمنت، الناس اللي بيجي لهم فراكتشر فيمر، الناس اللي بنعمل لهم هيستريكتومي، الناس اللي بنعمل لهم بروستاتيكتومي. هذه العمليات الجراحيه بيبقى المريض بعدها تقريبا عارف كده، يعني تحس ان هو ايه، نصه التحتاني ده اهو مش عارف يحركه بالبلدي كده، فاهم ازاي؟ فبيبقى فيري لايبل. يعني في عمليات كبرى كتير، الناس دول بياخدوا ايه بقى يا دكتور؟ خلي بالك بقى بياخدوا ايه؟ بعد العمليه مباشره، يعني بعدها بحوالي، بعدها بكام ساعه نديله هيبارين؟ يعني بعدها مثلا نقدر نقول ماكسيمم 6 ساعات. بس يعني ايه، اكون انا اطمئنيت يعني ان هو الهيموستيزيس بيرفكت، ان العمليه بيرفكت. ابدا اديله ايه بقى؟ مش عارف انا مش مكتوب ايه عندكم. في عندي طريقتين لاعطاء الهيبارين البروفيلاكتيك. في عندنا اللي هو الهيبارين العادي اللي هو ابو خمسه اسمها ايه عندكم؟ ميني دوز هيبارين، اللي هو الهيبارين العادي. اكتب بقى الجرعه، الجرعه مكتوبه؟ لا اكتبها لي هنا برضه معلش، هي جايه بعد كده بس انا عايزك تكتبها. يقول لك، فيقول لك ايه، طب تدي له ايه بقى؟ يعني قال لك كده، تقول له ادي له ممكن الهيبارين العادي اللي هو ميني دوز هيبارين. يعني ايه بقى ميني دوز هيبارين؟ يعني 5000 يونت سبكيوتينيس، 5000 يونت، 5000 يونت سبكيوتينيس كل 12 ساعة. دي جرعة مشهورة جدا. طيب امال ايه الهيبارين بقى اللي هو الانضف، اللي احنا بنسميه ايه بقى؟ لو موليكولار ويت هيبارين. وانا اعتقد اتهالوا الكلمه ده الاسم التجاري اهو، اسمه ايه التجاري؟ اسمه كليكسين. كليكسين ناس حاجه معروفه، اسمه التجاري كليكسين. طب انا هدي له ايه بقى في الكليكسين ده؟ هندي له 40 يونت، او هنا ساعات بنعتبره ملي جرام او يونت، يعني ما تفرقش. وانس بير دي، حقنه واحده يوميا. فانت بقى لما تلاقي حد قريبك بقى عامل بقى فراكشر بيلفز هيب جوينت هيستريكتومي، اوعى تنسى الحكايه دي. ساعات كده الناس ينسى، يا خبر ده احنا نسيت ايه؟ ده انا قاعد مش هروح الا لما اطمن ان انتوا كتبتوا لامي الايه؟ الكليكسان. ايه يا عم، انا ناقص دي في دي بالمونري امبوليزم. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا، هو ده الايه؟ البروفلاكسس المهم الحقيقه.
ايرلي امبولانس بعد العمليات، وبندي هذه طبعا بتستمر هذه الجرعه لحد امتى؟ لحد ما المريض يبقى قادر تماما على الحركه. ممكن نمشي عليها بالاسبوعين حتى ما العيان يبقى تمام. يلا يا عم قوم بقى، يلا روح وحاجات زي كده. طيب الريسسيتيشن بالنسبه للحالات دي، الريسسيتيشن هي في حاله واحده اللي هي الايه؟ الماسيف بالمونري امبوليزم. انت طبعا شفت الماسيف بالمونري امبوليزم دي عملت ايه؟ سدت نص البالمونري سيركوليشن، وعامله بريشر لود عنيف على الرايت فنتريك، وعامله هايبوكسيا مصيبه يعني. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي انا؟ طبعا العين عنده شيست بين بيصوت، ممكن اديله بيتيدين ما عنديش مشكله، بس انا لازم ادي هنا طبعا كمان المريض بيبقى شوكت، ممكن ادي بقى دوبامين دوبيوتامين، ادي للمريض اكسجين، ادي للمريض انالجيسكس، حاجات زي كده. دي بتعمل له نوع من الريسسيتيشن في احوال كثيره. بتيجي بقى للثرومبوليتيك سيرابي. الثرومبوليتيك سيرابي ده بقى اللي هو في حاله ايه برضه؟ الماسيف بالمونري امبوليزم. الماسيف بالمونري امبوليزم دي يا دكتور احنا اتكلمنا عنها، يعني تخيل بقى نص البالمونري سيركوليشن، يعني انا عندي مين بالمونري ترانك وعندي ليفت ورايت بالمونري مثلا، في وان بالمونري تخيل كده اتسد تماما وفي جلطه فيه، انا اعمل ايه؟ ثرومبوليتيك سيرابي. اديله ثرومبوليتيك سيرابي يخلص بقى اللي هو سواء ستريبتوكاينيز يوروكاينيز تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، انا بتعامل معاها نفس المعامله بتاعت ايه؟ بتاعت المايوكارد. وحتى برضه عشان اذكرك يعني ادي عن الرايت فنتركل اهو، ده الرايت فنتركل، وادي مين بالمونري ترام، وادي ادي وان بالمونري ارتري. تخيل ان هنا في بقى جلطه سده الدنيا دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ خلاص السيركوليشن نصها وقف، حتى دي هنسموها بعد شويه اوبستراكتيف شوك، يعني ده خلاص في اوبستراكشن هنا، يعني نص الدم اللي رايح للنج ايه؟ ما هوش رايح، يبقى الدم اللي راجع من اللنج للليف سايد اوف ذا هارت مش هيروح. هتلاقي الراجل ده ضغطه ايه؟ الراجل ده ضغطه كده تقريبا كده يطلع له مثلا 80 على 40 كده، خلاص يعني ممكن اقل كمان، وعنده سيفير هايبوكسي. تلاقي الرايت فنتركل ده اظهره ايه دلوقتي؟ دايليتد وهيفطس، مش هيستحمل البريشر اللي وصل. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم انا ادور هذه الجلطه، لازم ده لو انا قدرت يعني. طبعا العيين الماسك دول معظمهم بيفطس عشان تبقى عارف يعني اللي لحقته بقى اللي بيخلص على طول. فطبعا انا هنا لما بعمل ثرومبوليتيك ثيرابي انا بعمل هنا، يبقى خلي بالك ان الماسيف بالمونري امبوليزم مش معناها ان هي هتخلي اللنج كلها انفاركشن، لا مش دي القصه. القصه الاهم انا يا عم عندي لو في لنج شلتها، ويعني القصه ان نص السيركوليشن متوقفه دلوقتي، هي دي قضيه كبرى يعني، فاهم ازاي؟ فالمريض بيبقى شوكد تماما، هي دي المشكله الاساسيه، والشوك دي اوبستراكتيف، يبقى انا لازم ايه؟ اعمل ثرومبوليتيك ثيرابي. وبعدين خلي بالك في قضيه ثانيه، القضيه الثانيه ان البريشر على الرايت فنتركل شديد، الرايت فنتركل اللي هيتحمل هيحصل له دايلاتيشن باظ الرايت فنتركل كمان، يعني الهارد باظ خالص. يبقى انت لابد ان انت تعمل هنا ثرومبوليتيك ايه؟ ثيرابي. الانتي كواجولانت بقى، الانتي كواجولانت ثيرابي انا بعالج ازاي الدي في تي او البلمونري امبوليزم؟ انا ببدا بايه؟ ببدا بايه؟ بالهيبارين ولا الاورال انتي كواجولان؟ الهيبارين. بتدوا الهيبارين كام يوم؟ ها؟ ثلاث ايام. وبعدين؟ وبعدين تدي بقى الوارفرين يعني بعد الثلاث ايام ولا بنديهم مع بعض؟ بعد الثلاث ايام
توقف ايه؟ الهيبارين. ده الفرمة. ماشي مش مشكلة يعني. طب يعني ما طب يعني ما طب مش معنى تلات ايام يعني. يعني انت تفتكر ان اي حد لو خد وارفرين لو حد خد وارفرين بعد تلات ايام هيبقى البروسترومبين تايم بتاعه بقى كويس وبقى عنده سيولة في الدم خلاص؟ في ناس بيقعد ياخدوا وارفرين بالعشر ايام والاسبوعين ولسه برضو الموضوع ازاي؟ فالقصة دي اصلا دي قصة احنا ورثناها من الفارماكولوجي. خلي بقى بتوع الفارما اللي قالوا كده الاول. ففي ناس رددوا كلام فطلع ان الكلام ده ما بينفعش. فانت لازم تدي الهيبارين الاول خلي بال حضرتك لمدة لا تقل عن اسبوع الى عشر ايام على الاقل. ليه؟ عشان هنا اضمن انا ابقى ضامن وضعي ما اقعدش انا اقول كان يومين. انا دلوقتي في الامرجنسي دي ممكن اموت فيها. دي موت اللي عنده جلطة في رجله دي يعني انا ممكن اموت بكرة. فلازم تديني هيبارين مشيني عليه. طب وبعدين؟ ولما المريض انا مش هقول جرعة الهيبارين ده تخريج بس معايا لما المريض يبقى stabilized اللي هو about يعني 1 week الى 10 days نعمل ايه بقى؟ نضيف عليه الاورال انتي كواجولان. ولما الاورال انتي كواجولان تشتغل هتشتغل امتى؟ انا ما اعرفش العيان ظروفه ايه. هو المفروض تشتغل بعد 3 ايام زي ما انت بتقول بس ما ينفعش 3 ايام في كل العيانين استحاله. انت هتشوف الكلام ده بعينيك وهتفتكر هذا الكلام ممكن بعد 5 ايام بعد بتاع لحد ما تشتغل ابتدي انا اسحب ايه؟ الهيبارين. صح كده؟ ده سبب. لما ناخد بقى الهيماتولوجي هقول لك على السر الرهيب اللي ليه بيخلينا. طب احنا ليه ما نبداش بالاورال انتي كوجولانت الاول؟ هذا هو السؤال. بيمسك في البلازما بروتين. بيمسك في البلازما بروتين قوي جامد. يعني لا ده هو في حاجه سبيسيفيك. يعني انت ممكن تدي اورال انتي كوجولانت العيان تبداه تبص تلاقي ممكن تعمله ثرومبوزز. يعني بنقول هذا الكلام. سألت السؤال ده قبل كده؟ مش فاكر. السؤال ده اصل ده بيقول لك طب ما نبتدي يقول لك اصل دي عشان احنا بس الهيبارين هيشتغل بسرعه صح؟ بس في حاجه اهم انظر الهيماتولوجي. ما هو الهيماتولوجي جاي ان شاء الله فما تقلقش. يبقى احنا هنكتب بقى المعلومه دي كده اكتب يبقى هندي هيبارين زائد اسف هندي هيبارين الاول من 7 ل 10 ايام ثم. طب مش معنى 7 ل 10 ايام؟ هو مش لازم 7. في ناس يقول لك ايه يعني about 7 to 10 day until stabilization ان المريض ايه؟ ظبط معايا. بعد كده اد الايه؟ الانتي كواجولانت. يبقى احنا كده عملنا اوفرلاب حطيناهم على بعض صح؟ طب وبعدين؟ ولما الانتي كواجولانت يشتغل يعني ايه يشتغل؟ تكتب يعني البروثرومبين تايم. طبعا نسمع احنا عن البروثرومبين تايم ده لما البروثرومبين تايم يبقى ادجاستد. يعني ايه ادجاستد؟ يعني بالبلدي الاورال انتي كواجولانت اشتغل اعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ انا هرجع اهو. ما هو خلي بالكم لما البروثرومبين تايم يبقى ادجاستد يعني ايه؟ يعني الاورال انتي كواجولانت اشتغل. طب هو اصلا مش بيبقى ادجاستد بالهيبارين اللي احنا بنعمله؟ يعني الصبر طيب. الصبر طيب. واحنا الهيبارين بنظبطه بايه؟ بالبي تي تي. خلي بال حضرتك الهيبارين هنظبطه بحاجه اسمها بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انما الوارفرين هنظبطها بايه؟ بالبروثرومبين تايم. ده حاجه وده حاجه. طب ايه هو البروثرومبين تايم وايه هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم؟ انظر هيماتولوجي. انظر هيماتولوجي جاي جاي. ما انت بقى ما يقول لك ايه بروثرومبين تايم اللي هو ايه بقى؟ في ناس بقى رخمه بس انت بس قول بس كده الاول
قولوا عم برسوم الطعميه والله ما نعرفش فين انا قلت لك البرسوم حلوه دي اه بالظبط كده اهم حاجه الداخله والجاكيت بس وتبقى لابس جاكيت بس التك الحته دي. طب يبقى احنا هنقول يا سيدي انا بس بديك البرود لاين يبقى انا اديت للعيان الهيبارين 17 ايام او انتل استابيلايزيشن رحت حاطط عليه الوارفرين لما الوارفرين اشتغل وده هعرفه ازاي ان البروسترومب ان تايم بقى مثلا دبل دي بقى واتيفر يعني اتظبط العمليه وبقى السيوله اوكي اسحب بقى الايه الهيبارين وكمل على الاورال انتي كوجلانت ممكن يفضل ماشيين على الاورال انتي كوجلانت بقى بعد كده ممكن يمشي عليها مثلا 6 اشهر على الاقل او سنه وفي ناس هيمشي على الانتي كوجلانت مدى الحياه اذا كان هناك مشكله عنده في دمه يعني مثلا فرضنا واحد عنده حاجه كده كونجينيتال ثرومبوفيليا انا دمي بيتجلط خلاص ما لوش حل همشي على العلاج فور لايف عشان كده احنا هناخد حته كده لسه في كده ورقتين انا عاملهم اسمهم انتي كواجولانت فيجي يقول لك مين هم الناس اللي بياخدوا انتي كواجولانت فور لايف في ناس بياخدوا فور لايف. طيب تعالى بقى نشوف انا هدي الهيبارين بقى الدوز ازاي الدوز ازاي بقى جميل الهيبارين العادي ما هو بص اقول لك ايه الهيبارين العادي يعني الهيبارين العادي ده هو الانبوله عشان تبقى عارف بس السعر يعني الانبوله 5000 يونت ثمنها كام 6 جنيه العلبه دي كانت ثمنها مش هتصدق كانت ب 50 قرش وكانت بجنيه مش عايز هي كانت بجنيه او 2 جنيه قبل الثوره بعد الثوره وصلت 7 جنيه مش عارف ليه الحقيقه انت حتى تشوف الانبوله كده ما تستعنهاش يعني ايه ده تروح وترميها ما لهاش ثمن بقى ب 7 جنيه او 6 جنيه. طب الكليكسان بقى اللي هو موليكولار ويت هيبارين تبص تلاقي ما يعادله يعني هو تلاقي البتاع مثلا بكام؟ ب 40 جنيه ب 50 جنيه 60 جنيه حاجات زي كده فطبعا في فرق واضح ان في فرق في السعر برضه يعني فدي نقطه مهمه. فاحنا هندي الهيبارين العادي هب بقى اللي هو احنا لسه في الانتي كواجلانت اللي هي الصفحه اللي قبلها اللي فاتت دي هتلاقي الهيبارين جرعته ايه بقى؟ قول له الهيبارين العادي هدي 1000 يونت في الساعة. مش معناها كل ساعة هدي له 1000 يونت، مش بقول هشوفه كل، لا هو الراجل حاطط الهيبارين على المحلول، اوكي؟ على فلاون، على صلاين أو كده، وبالدريب، بحيث كل ساعة يخش فيه إيه؟ 1000 يونت. دي ميزتها مينتين ثيرابيوتيك ليفل، يعني ثيرابيوتيك ليفل أول أوفر 24 أور. دي حاجة مهمة جدا جدا. في بقى الطريقة في طرق أخرى في طرق أخرى أنا عايزك تعرف الطريقة الحلوة دي لأنها طريقة آمنة وجميلة جدا. طب هل ممكن أديهوله يعني سب كيوتينيوس كده وخلاص؟ أه ممكن أديهوله سب كيوتينيوس. في ناس بقى يحبوا يقول لك إيه أنا ممكن أديهوله 7500 وحدة مثلا كل 6 ساعات، ممكن أديله 10000 وحدة كل 8 ساعات براحتك بقى. لكن اللو موليكولار ويت هيبارين اللي هو الكليكسان الجرعه بقى الثيرابيوتيك خلي بالك ان دي اسمها ثيرابيوتيك دوز اللي انا بقول عليه ده ثيرابيوتيك دوز غير البروفيلاكتيك دوز اللي احنا خدناه يبقى البروفيلاكتيك دوز اللي فوق اللي هي الهيبارين العادي اسمها ايه ميني دوز هيبارين ده الهيبارين العادي 5000 وحده كل 12 ساعه تحت الجلد عشان يقول لك ايه بروفيلاكس هتدي له كام؟ لازم تقول لان الكلام ده في اصل الكلام ده فيه موت الحاجه اللي فيها موت بتبقى مش كويسه. عارف يقول لك ايه؟ خباك ان في فلسفه دلوقتي في طريقه الاكزام يقول لك خلي بالك من الدكتور الهارمفول. انا مش عايز دكتور علامه مش لازم تبقى علامه بس ما تبقاش هارمفول يا دكتور. يقول لك الدكتور ده هيضر الناس كده هيموت الناس. لكن مش عايزك تبقى فلوطه قوي في العلم، بس ما تروحش بقى تقعد تموت في الناس بقى. ولا يا عم انت عارف الفلسفه دي مع مين اكتر؟ مع البوست جراديويت، يقول لك يعني البوست جراديويت دول ناس متجوزين ومخلفين وبياكلوا عيش، حلو كده؟ ما ده كونسبت. فانا يهمني فيه ان هو يبقى عنده معلومات معقوله ما يبقاش علامه قوي بس ما يبقاش حرام.
لان هو استشاري، يعني هو يبقى استشاري وهيبقى راجل اخصائي. فتلاقي في شباب صغير زيكم هيسالوا في الشغل، طب هو مش فاهم حاجه، هتسال مين بقى؟ يبقى انت ضيعت جيل. فهمت ازاي؟ على طول. فالميني دوز 5000 يونت تحت الجلد كل 12 ساعه، دي بروفلاكتيك. وقلنا البروفلاكتيك دوز بالكليكسان اللي هو لو موليكولار ويت هيبارين الغالي 40 يونت سب كيوتينيوس وانس بير داي. ده البروفلاكتيك. طب اللي تحت بقى قلنا ايه؟ دي اسمها بقى اللي هو العلاج اللي هو ايه؟ سيرابيوتيك دوز. يعني ايه سيرابيوتيك؟ يعني هو خلاص عنده دي في تي، عنده بلمونري امبوليزم، هدي 1000 يونت هيبارين عادي كل كام؟ انتوا كلكم مستقصديني بتعدوا من ورايا. ما تعدي من هنا يا عم. الله، الموضوع ده بيتعبني على فكره. يا اولاد اللذين. انا ببقى مظبط بتاع الفرتبري على الوضع. كل شويه واحده. الحركه دي بالنسبه لي انا ضيعه تضيعني يا ابني. فالمهم مش فاهمين انتوا. طيب الهيبارين بقى الثيرابيوتيك 1000 يونت كل ساعه. او ايه بقى البتاع ده هو اللو موليكولار ويت هيبارين بقى اللي هو ثيرابيوتيك دوز كام بقى؟ شوفها كام؟ 40 الى 80 وحده تحت الجلد كل 12 ساعه. لازم تبقى عارف يعني ايه بروفلاكتيك دوز، يعني ايه ثيرابيوتيك دوز. طب السؤال، الهيبارين بنتابعه بايه؟ بالبي تي تي. لازم البي تي تي يبقى دبل، البي تي تي يبقى دبل. طب والاورال انتي كواجولان شوفوها بنتابعها بايه؟ بنتابعها بي، شوفها فين؟ بالبي تي. بس هو مكتوب البي تي بيبقى 1.5 إلى 2. انت بقى اشطب كلمة 1.5 إلى 2 دي مش مهمة دي قوي، انا يهمني حاجة اسمها اي ان ار. الاي ان ار دي بقى اللي انا هبكلمكم عنها فين؟ في الهيماتولوجي. هقول لك انا يعني ايه اي ان ار بالبلدي. هو مش هو كانوا دايما يقول لنا ايه؟ خلي البروثرومبين تايم يبقى الضعف. مش كده؟ يبقى الضعف. كلمة اي ان ار مبدئيا معناها ايه؟ ما اجي اقول لك ايه؟ هو ها البروثرومبين تايم اخباره ايه؟ فاحنا ما بنقولش بقى البروثرومبين تايم، نقول لك ايه؟ اي ان ار. فلما اجي اقول لك اي ان ار 2 يعني البروثرومبين تايم بقى الضعف. اي ان ار 3 يعني البروثرومبين تايم بقى 3 اضعاف. فهمتوا الفكره كده يعني؟ بس هم لاتي طب ايه؟ طب ليه بيقولوا كده؟ يا عم استنى في الهيماتولوجي، ما هيجي يقول لك يعني ايه اي ان ار وبتاع حاجات زي كده. فانت عشان كده ها بتدي له ايه؟ بدي له زفت وارفرين. كويس قوي. الدوز كام يا ابني؟ بدي له والله 5 مللي جرام بير دي. الاي ان ار كام؟ 1.5. ما ينفعش، انا عايزه تبقى 2.5 يا بابا، ارفع الجرعه وهكذا. عشان كده دايما العيانين دول بيعملوا فولو اب ايه؟ باي اي ان ار. وانا كاتب لك بتتراوح من كام؟ من 2 لـ 3.5 حسب حاله المريض، حسب حالات بقى، في حالات وحالات. انت هتعرف بقى الكلام ده. فلازم انا يبقى ايه؟ عشان كده يا دكتور انا باخد، في ناس بقى يقعدوا ياخدوا الوارفرين دي ان الاي ان ار تتعتع. انت بتقول بعد 3 ايام، 3 ايام مين يا عم؟ بس ما تروح يا عم تمارس الطب وتشوف شكله عامل ازاي. هي دي اللي انا عايز اوصلها. نيجي بعد كده هتلاقي ايه بقى؟ في ناس بقى انتوا بقى قولوا الاوبشن ده، واحد عنده دي في تي في رجله، واحد عنده دي في تي في رجله، وبعدين انا متاكد بقى ان هو عنده دي في تي، انت خايف عليه من ايه؟ بالبلمون امبوليزم. طب هديله ايه؟ هديله عايز اديله هيبارين. طب الهيبارين كونترا انديكيت، الراجل عنده نزيف، هو جاي كمان بالسيريبرال هيموريدج. هو عنده سيريبرال هيموريدج، خلي بالك ما في ناس كده سيريبرال هيموريدج، بعدين بيد ريدن دي في تي، عامل ايه؟ هديله هيبارين. ايوه، يبقى احنا لازم نحط له الفلتر بقى، اسمه فلتر، اسمه فلتر دلوقتي. كنا بنسميه كنا او سيف يعني، بس الفلتر بيحطوا فلتر في الانفيرو فينا كيف، بيركب الفلتر بيمنع ان اي شاورز، بس مش اي شاورز، ممكن يعدي شاورز ايه بقى؟
قد كده ما تعملش حاجة. ما انت ما لازم يعدي حاجة. انت هتعمل فلتر بقى، مش انت عايز الدم يعدي برضو ولا مش عايز الدم يعدي؟ يبقى الاخرام بتاعت الفلتر لازم تبقى برضو يعني اخرام حلوة عشان الدم يعدي، بس ما تعديش الفيتال امبولاي. طب هو الفلتر ده كان زمان الفلتر بقى قص فلتر، طب ازاي دلوقتي بيركب في ربع ساعة؟ ربع ساعة يركب يا سعد الباشا. مين اللي بيركب الحاجات دي؟ بتوع الراديو. اكتب يا باشا الفلتر راديو عشان تعرف التخصص. طب ومين اللي يركبه؟ والله ما اعرفش. طب امال مين اللي يعرف يا دكتور؟ يعني هو من عادي والله يا دكتور بيقول لك في فلتر كده. لا انت هتبقى عارف ان ايه ده راديو، وهتعرف السنتر اللي بتركب، وهتعرف اسامي الناس اللي بتركب الفلتر. ما هو شغل كده، ما انت هي تقعد تقرا في كتاب وتفضل قاعد كده قدام الكتاب. طب والشغل است الكل، شغل فيه ماني. امال ايه؟ يقول لك الساعه بتاعتي بكام؟ بس ما تنساش تعمل الثواب برضه، ما تبقاش كل حاجه بفلوس لحسن هتروح في داهيه. في ناس خلاص رايحين في داهيه، رايحين في داهيه، احنا عارفينهم الحقيقه. رايح رايح اللي هم الحيتان دول. فالفلتر ده بقى حاجه صنع يا خرابي. احنا شفنا فلاتر بقى بتاعت عيانين بقى بعد ما بيحطوه فتره بيفضلوا حاطين الفلتر بقى، ممكن يفضل قاعد فتره طويله ان شاء الله شهر اتنين ده مش مشكله، لحد ما الموجه تعدي خالص والدي في دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها اورجنايزيشن والدنيا خلاص، وروح شايفين تلاقي الفلتر ده مليان لطع كده، مليان حاجات عارف زي تكون مصياده صايد لك كل الامبولاي. وبقول لك بيركب في ربع ساعه. فيري ايزي ان هو يركب دلوقتي. اوكي؟ فخلي بالك برضه. وبعدين تركيب الفلتر ده بالالافات، يعني المصنعيه بتاعته حلوه. صنع هو ده لما ده الانترفنشنال راديولوجي. خلاص بقى. فبرضه فكر في موضوع الراديو يا ابني، فكر فيه. حلو. بس البنات مش هيعملوا انترفنشنال راديولوجي. مش هتعرفوا. يعني هتشتغل راديو برانش حلو، جميل، رقيق، قاعد مستريح، قاعد في التكييف. ما عنديش مشاكل، ما عنديش عيان بينام عندي في البتاع يقرفني في عيشتي. اخر مزاج. الانترفنشنال هو بقى لا خالص. ده هم بيضحكوا على البنات. بص اسمع في اليوتيوب المحاضره بتاعتي اللي انا المحاضره انا عملتها في طب عين شمس لجميع الاطباء عشان تخصص. انا قال كده بيضحكوا على البنات ويقولوا له ما تاخدوش راديو عشان الاشعاع هيأثر عليهم، عشان الصبيان ياخدوها. ليه يعني؟ طب يعني الاشعاع هيأثر على البنت ومش هيأثر على الواد؟ يا لص منك له. وبعدين يقول لك لا اصل هم الراديو ساعات ما بيحبوش ياخدوا بنات عشان البنات بقى كل شويه. هي دي بس البروبلم. لما بيتجوزوا بقى تبقى بريجننت، فطبعا اثناء البريجننس مش مفروض بقى تيجي في الاسم. حاجات زي كده مش للدرجه دي يعني. في اجهزه ممكن نشتغل عليها برضه. فكل دي اكاذيب. طب نيجي بقى نشوف ايه في بقى قاعده في الطب حطها في مخك. والقاعده دي حتى الان احنا بنعاني منها حتى في اللحظه. ايه هي القاعده؟ ان اي انسان، بص يا دكتور، البلمونري امبوليزم خلاص لا تزال وستظل هي السبب الرئيسي وسبب شائع للوفيات على مستوى العالم وبالذات في الهوسبيتال. وتشخيصها دائما يحدث ريتروجريد بعد ما المريض بيموت، بنقول ان ده كان عنده بلمونري امبوليزم. خلي بالك من القصه. والكلام ده هو خليه يرن في ودنك، وانت كده لما شعرك يشيب هتقول ايه فعلا الكلام ده احنا سمعناه. فانا كاتبها لك وبقول لك ايه. اي مريض يكح، بص، عنده كحه unexplained، عنده ديسنيا unexplained، عنده hyperventilation unexplained، خلي بالك، عنده chest pain unexplained. شوف يعني كاتب لك 100 حاجه، حاجات unexplained، you must suspect pulmonary embolism. ولازم انك انت تاخد الخطوه بسرعه وتنفستيجيت. انت شاكك في بلمونري امبوليزم، تطلب ايه؟ حاجه واحده، سي تي بلمونري انجيوغرافي. اكتب الكلمه دي، سي تي ايه؟
بالمونري انجيوغرا. بس اعمل حسابك هنا في صبغه، هنا في ايه؟ صبغه. فخلي بالك حطها في مخك. طب انا اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، الله، طب انا فرطنا انا شاكك فيها ومش عايز اعمل الاشعه ده اهي، اوكي؟ انت عارف احنا بنعمل ايه؟ ادي العيان انتي كواجولانت از لونج از نو كونتر اندكيشن. انت خايف ليه؟ اديله، انا مش عارف فيه ايه. تبص تلاقي العيان يا عيني يرجع يطلع بالمونريمبوليزم. هتشوف القصه دي والناس هتموت منك، وانت بروفيسور انت راجل كبير وهيموت منك برضه، وهترجع تقول يا خبر ابيض عمره كده. مشكله كبيره يا دكتور. كاردومايوباسي، هات الكاردومايوباسي. فهمتوا بقى الموضوع؟ خلي بالك البلمونري امبوليزم والعلاج والحاجات دي كلها، كل دي بروبلمز. وازاي تعمل بروفلاكسس؟ طب التريتمنت ايه؟ طب لو العيان عنده بليدنج تندنسي تتصرف ازاي عشان تقول له حط الفلتر؟ الناس عارف الحاجات دي. طيب كارديومايوباسي يعني ايه؟ افكركم بحاجه كده زمان خدناها لما جينا يا اولاد درسنا الهارت فيلير. لما جينا درسنا الهارت فيلير قلنا اسبابه ايه؟ بص، بريشر لود، فوليوم لود، مش عارف سكيميك هارت، وفي الاخر كاردومايوباسي. فانت تحس ان الكاردومايوباسي ده هو diagnosis of exclusion. يعني دايما احنا لما بنلاقي المريض عنده حاجه في القلب واحنا مش عارفين الحاجه دي ايه، او يعني مفيش حاجه واضحه قدامي، ساعات بتهمه ان هو كاردومايوباسي. فهو كاتب لك الكاردومايوباسي هو group of diseases. بص بقى الكلمه دي primarily، يعني ايه primarily؟ يعني من افكت الميوكارديوم بشكل مباشر. يعني اديك مثل كده، انا بشرب خمره، حلو كده؟ الخمره بتخش على الميوكارديوم تبوظه مباشر. هي دي معنى كلمه كارديومايوباسي يا اولاد. يعني مثلا ما ينفعش اقول ايه؟ اصل الهايبرتنشن بيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي وبعد كده الهارت بيتعب، ده كارديومايوباسي. لا. لا. كاردومايوباسي يعني المرض بيأفكت الميوكارديوم دايركتلي. خلي بالك من المعنى عشان تبقى فاهم المعنى، بس ما يكونش فيه ولا روماتيك هارت، هو مش ديو تو روماتيك هارت، ولا سكيميك هارت، ولا كونجينيتال هارت، ولا بريكارديال ديزيز، ما عندوش حاجه من دي خالص، والقلب تعبان، يبقى ده ايه؟ كاردومايوباسي. يبقى هو ده الايه؟ الديفينيشن. الكاردومايوباسي ده ساعات يجي سؤال في الريتن والعيل تزعل، يقول لك يعني ساب كله وجاب الكاردومايوباسي ابن الكلب، واخد بالك؟ ما هو ده اللي بيحصل. فاول واحد بيجي اللي هو ايه؟ دايليتد كاردومايوباسي. انت مش هتسمع اي حاجه غريبه دلوقتي، كل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي الله، ده احنا واخدينه قبل كده. يعني معلش، طب يعني ايه دايليتد كاردومايوباسي؟ يعني تلاقي واحد كده دكتور القلب بتاعه عمال يضيليت وعمال وداخل في هارت فيلر من غير سبب كده، والموضوع متدرج. طب ايه اللي بيعمل كده؟ تلاقي مثلا في امراض بقى وراثيه، امراض وراثيه، زي مثلا هتلاقي عندك الفريدريخ اتاكسيا، هتلاقي الكحول، طبعا الخمره بتعمل، هتلاقي الادريا مايسن، بعض ادويه كيمو سيرابي. عشان كده انتوا تاخدوا بالكم هتلاقي ايه؟ الجماعه بتوع الكيمو سيرابي، او لو ليك حد قريبك بياخد كيمو سيرابي، دلوقتي يا اخي مفيش عيله ما فيهاش اثنين ثلاثه بياخدوا كيمو سيرابي. يعني كده لو مسكت بقى العمام والاخوال وبتاع تلاقي فلان بياخد كيمو. دايما تلاقي بياخد كيمو سيرابي ده يقول لك ايه؟ لازم كل افري ناو اند زين يعمل ايكو، عشان هم عارفين ان السيتوتوكسيك دراج دي بتعمل كاردومايوباسي. برضو اللوبس هتستغرب، فاكرين الهيموكروماتوزيس؟ الهيموكروماتوزيس الحديد، وقعدنا نقول مش عارف يعمل برونز الديابيتس والكلام الجميل ده وليفر وبتاع. فانا كنت اقول لكم دايما لما يحب هو يلخفنك يروح مدخل في البروبلم شويه كاردياك سيمتوم وبتاع،
فاهم ازاي؟ وإديمة ونيك فينز مش عارف ايه عشان ايه؟ تقول له ده كاردو مايوباسي مع الهيمو كوماتوسس. يعني ودي مساله من المسائل الايه الرائعه، فايرال الى اخره. طب انا هسال سؤال دلوقتي، ايه الكلينيكال بيتش يا حبيبي؟ بص يا بابا، باي فينتريكولار فيلير بس، واكتب ليفت سايدد فيلير سي بي 4، رايت سايدد فيلير سي بي 4. بس خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك يا جميل، القلب منه عمال يضيليت يضيليت يضيليت، هتلاقي الايتريا بتضيليت، وطالما الايتريا بتضيليت اي اف، عشان كده ممكن ده يجي له اي اف. حاجه تانية خلي بالك من الكلام ده، الكاردومايوباسي بقى كمان من الحاجات، خلي بالك هنا الضيليت التايم، ركز ان هو ايه، بص سيستوليك ديسفانكشن اللي هو الهارت فيلير اللي احنا عارفينه. طب انا لما اجي انا دلوقتي امسك اخينا ده هو اوكي، واجي اطلب له انفستيجيشن، هطلب ايه؟ شويه رسم قلب، اشعه، ايكو، يعني مش كده؟ بس حط انفستيجيشن اوف ذا كوز لو مش مكتوب، يعني انفستيجيت الكوز، شوف كده هيكون لوم بس لا يكون بتاع. طيب معلش بالله عليه هتعالجه ازاي؟ ما احنا خدنا ادي الهارت فيلير يعني، ها؟ هتديله ايه؟ ايه اهم حاجه؟ الفازو دايليتور والدايوريتكس. يقوم بقى لما جه السؤال، فطبعا الناس بقى بتزعل، جايب لهم ايه؟ سؤال دايليتد كاردومايوباسي. فطبعا يا جماعه انا ما ذاكرتش الموضوع ده يا دكتور. يا ابني بص، انت مش فاهم اصلا، انت مش فاهم انت بتذاكر ازاي اصلا، هي دي المشكله. هو ماسك البتاع ولا يذاكر اول اورنان. يا بابا انت مش انت ذاكرت الهارت فيلير؟ اه طب خلاص، انت لو كنت بصيت على دايليت الكاردو ده هو هارت فيلير. هو يعني انا بقول لك ايه، ايه دايليت الكاردو ما يوصل ده؟ اكتب يا ابني باي فينتريكولار فيلير، يلا اتصرف انت بقى، هيكتب كل حاجه. بس الحاجه الوحيده اللي ممكن مش هيعرف يكتبها الايتيولوجي، هو مش عارف الاسباب، لكن هيقدر يكتب كلينيكال بيكتشر، وبالتالي هيقدر يكتب انفستيجيشن، وبالتالي. فانا النهارده ما اقول ايه، اما بص كده يعني دي طريقه مذاكره النص، الناس اللي هم البروفيشنال اللي يروح باصص كده، اه ده كاردو نفس ده، ايه ده، ده باي فنتريكلر مش عارف ايه. طب خلاص انا هتصرف، انا لو جه السؤال مش مشكله بقى، وهكذا. لكن هو ايه، بص ما بصش خالص، هو اذا لا يعلم شيء. فهو بالتالي في حاجات بتبقى عايزه تتقري، وحاجات تتبص كده، يقول لك سبوت لايت، سبوت لايت كده بسرعه، هو كده مش كل حاجه ماسك انا الفئي عمال. لا لا يا دكتور، طب وهتلاقي عليها هتموت في الاخر، هتلاقي المعلومات دي يعني بص هتبقى اندر تنش، بتيجي كل ما تعطس يخرج منك برانش، يطلع بقى من مناخيرك من ودانك، ما العمليه مضغوطه عكسي، تبص تلاقي الايه الهرنيا خرجت باللي فيها كلها، كمان عطسه تلاقي الفاسكولار طلع خلاص. هو الجو مش حر كده يا اولاد ولا ايه؟ طب ما تشوفوا الجدع ده بتاع البتاع يعمل لنا حاجه. خد يا ابني تفتح ده ممكن ولا ايه؟ اه افتح افتح حلو. افتح يا عم الشباك كده هيديك. لا تعال تعال يا دكتور يا حبيبي تعال يا حبيبي، هو حلو قوي اهو ولا ايه؟ ولا بارد ولا مش عارف. لو عايزين تفتح ورا ما تفتح، هتخليه بس يعني سنه شويه سنة. طيب العلاج بقى قلنا ايه؟ فازو دايليتور اللي هو ايس، خلي بالك يا دكتور، واذا ذكرت الايس تروح عامل سلاش اربس، يعني خلي بالك دايما ده زي ده، ودايوريتكس بس كده. طب امتى، طب امتى بقى تدي الديجيتاليز؟ خلال جنابك ده سؤال ام سي كيو، يقول لك الديجيتاليز مش افكتيف كبوزيتيف اينوتروبيك في الكاردومايوباس، ما بيعملش حاجه. بس بيتاخد عشان الاي اف. امتى تدي انتي كواجولانت؟ ما هو برضه هيجي له اي اف. وعلى فكره الكاردومايوباس ايت سيلف عشان القلب كله عمال بيحصل له دايلاتيشن، فبيحصل ثرومبوزز في الهارت نفسه حتى احيانا من غير اي اف سبحان الله. فعشان كده هم بيريكومند مع الدايليت كاردومايوباسي انتي كواجولانت فازو دايليتور دايوريتكس
ومش هدي لانوكسين الا اذا كان هناك اف. لو انا عرفت البرود لاين دي اقدر انا اكتب يعني مش فاهمين يا اولاد ولا ما هو لازم نتعلم الحكايه دي وانا دي هحاول اعلمها لك في الاخر واحنا بقى عمالين بقى نشتغل يا ابني الف اهي هالف لك تاليفه كده تقعد تكتب من دماغك وتتصرف مش هتجيب ايه ولا ايه ولا ايه في الاخر بقى كاتب لك هو حاجه ريفرسيبل كوزز اوف كاردوميوباثي اللي هو الدايليتد. على فكره في ناس في الحمل بيجي لهم دايليتد كاردوميوباثي بيخفوا. الناس اللي بتشرب خمره لو اتقفش وبطل خمره بيخف. في حاجه اسمها سيلينيوم ديفيشنسي برضه بيقول لك عليه ساعات. وانا برضه بذكر هو كان طالب الحقيقه فهو قفش ابوه مش قفش ابوه هو ابوه اعترف في الاخر فاهم ازاي اعترف ان هو بيشرب خمره. ليه؟ بس في ناس كتير جدا تلاقيه هو انسان عادي خالص معلش انا اسف وتلاقيه اقرب يعني معلش انا اسف ممكن تفاجئ ان ابوك بيشرب خمره انت ما تعرفش ومش باين عليه خالص ما تعرفش هو بيحب الحكايه دي بيروح في حته كده يروح فاقع له بتاعه يعني يقول لك والله بتعدل دماغي. بص انا ماليش دعوه هي حرام بس انا بتكلم بقصد ايه فالراجل زي ما تقول هو صصبته ابوه هو صصبته وبعدين عارف هو بيشرب ازاي فمش باين عليه حاجه وما يبانش خالص زي انت فاهم الاجانب طب الاجانب بتشرب رؤساء الجمهوريه دي كلها يعني شوف هم اللي دات ماشيين العالم كلهم بيشربوا بس بيشرب بطريقه معينه. فبالتالي الواد لا ابوه ايه ابوه بدا يشتكي من ديسنيا وبعدين الموضوع زاد شويه بقى قرصتني الراجل مش فاهم حاجه ولا الواد ابنه فاهم حاجه ايه يابا في ايه يابا عمالين يدوروا لحد ما عملوا بتاع انفيزيشن فلاقوا ايه الهارت بتاعه ايه دايليتد شويه. فالراجل قال له باباك شكله عنده كارديوميوباثي بس خلاص على كده مش عارفين السبب طبعا ليه لان الكحول لازم المريض يقول ان هو بيشرب فانضغط عليه بقى طبعا الدكتور دخل عليه وقال له ايه دخل عليه على طول قال له ايه طلع الازازه قال له الازازه خلاص طلع الازازه يا نمس يا ابن الكلب عارف انت بقى لما عرفوا بطل رجع يا صباح الفل يا سلام طب ادي الايه بيرسو ايه بقى الديفرنشال دياجنوزيس اسكيميك هارت ديزيز اسكيميك هارت ديزيز هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارد ده بقى غايه في الاهميه مهم جدا هنكتب بقى على العنوان كلمه هتحسسك باهميه وانا قلتها قبل كده الكلمه اكتب فوق فاميلي هيستوري of sudden death in young age family history of sudden death in young age شوفت عنه طبعا يعني يبقى انت كل ما تسمع القصه دي ان في واد طيب فجأة لا مثلا شاب عنده 22 سنة الواد يا دكتور مات مرة واحدة ومفيش حاجة يعني فالواحد يقول لك ايه ممكن افوت بس هسأل هو في حد في العيلة حصل حاجة زي كده لقيت فيه يقول لك على فكرة ده ليه ابن عمه مات كده من 7 سنين تروح انت عامل ايه بقى؟ انا مش هروح النهارده يا جماعة عايز اتعشى تقعد بقى تتعشى وتشرب الشاي ونلم العيله دي كلها كده اهو ناخد ميعاد ايكو لكل العيله اللي هم بقى مين بقى اللي هم اخواته ولاد عمه والطقم ده كله لان كل شويه تلاقي واحد يوقع لك فهمت ازاي؟ يبقى انت بتعزي بس بطريقه ثيرابيوتيك لا ده مات فجاه يا عين الله يرحمه وعلى فكره يا دكتور تصدق ليه ابن عم السنه اللي فاتت برضه مات كده بجد لا حول ولا قوه الا بالله دكتور حمار مش فاهم يا دك
خيبة يا شيخ. بقول لك في ناس بتبقى أحمر مش فاهم حاجة خالص. بص بقى الإنتر فنتريكولار سيبتم عامل إزاي؟ أهو تخين، بص تخين إزاي؟ هو كده. أصل المرض مصيبته إيه يا كابتن؟ أوتوسوماتيك. يعني هو حد فينا يعرف ان هو عنده حاجه زي كده؟ ما نعرفش. فالمهم قال الايه بقى، بص بقى الايه، انا هسيب لك رسمه كده يعني هنعتبر ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الاورطه. الاورطه بان اهو، وادي الاورطه مثلا طالع كده اهو، وادي الطريق المؤدي الى الاورطه بان. فتلاقي السبتم عامل ايه يا ولاد؟ السبتم عامل ايه؟ زي ما تقول عامل انكروتشمنت كده على الايه؟ الطريق المؤدي للاورطي الفالي. هتلاقي الحته دي يا ولاد ايه كده؟ يعني مزنوقه من الايه؟ من السبتم. حلو كده؟ طبعا. طب وايه تاني بقى؟ بص عشان رسمه تبقى كامله. الميوكارديوم ده فيه عيب، فيه دايستوليك ديسفانكشن. هم سموه كارد مايوكاسي ليه؟ وعلى فكره عنده كمان مايترال ريجيرش. يبقى الرسمه قالت لك ايه مشكله القلب ده؟ يعني عنده ثلاث مشاكل في قلبه. بس ايه المشكله بقى؟ اولا هو اسمه ايه بقى؟ اسمه المرض اسمه ايه؟ هوكم. اسمه هوكم. هوكم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردوميوبثي. هايبرتروفي الايه يا ولا؟ للانترفنتريكولار سيبتوم. اوبستراكتيف لمين؟ للطريق المؤدي الى الاورطه. طب ليه قالوا كاردوميوبثي؟ لان في دايستوليك ديسفانكشن في مين؟ في المايوكارد. وبالمره معاه مايترال انكونتنس. بس هو ده الايه؟ تبقى انت عارف محتوياته. حلو الكلام؟ طيب يبقى العيان ده خلي بالك يا دكتور، طبعا هو بيقول لك ليه عنده مايترال ريجيرج، هتلاقي يقول لك اصل الانتر فنتريكولار سيبتوم التخين بينترفير مع الكلوجر بتاع الصمام، وكاتب كلمه كده اسمها انتيرور موشن. مش مهمه دي، المهم انك انت تبقى عارف ان في ايه؟ مايترال ايه انكم. طب قولوا لي كده العيان ده كده. عايزين نستنتج احنا بقى، احنا شفنا هو هو كده عنده سب فالفولار اورتيك استينوزس. هو ده بقى السب فالفولار ايه؟ اورتيك ايه؟ استينوزس. اهو عنده كمان سب فالفولار اي اس. يبقى العيان ده عنده بيكتشر اوف وات؟ اورتيك يعني عنده لو كاردياك ابوت، بيجي له شيست بين. خليك بقى معايا كده عشان بس الكلام. طب وايه تاني؟ وايه تاني؟ الدايستوليك، الدايستوليك ديسفانكشن ده ايه؟ ساعات بتبقى مايلد. ممكن يعني هو لو انا عندي دايستوليك ديسفانكشن يحصل لي ايه؟ تلاقي الدايستول بتاع الفنتريكل وحش، صح؟ يوم الاتريوم ما يفضيش زي الناس، او ممكن انهك شويه بالمونري فينس كونجيشن بسيط. وفي ناس ما يبقاش عنده المشكله دي. المشكله الكبرى الاريزميا، بيجي له صادن اريزميا. وعشان كده الموت بيجي هنا ازاي؟ خلي بقى الموت بقى، عشان كده الناس تروح تضحك عليه. اولا طبعا ده شاب صغير، ده شاب صغير. مات امتى؟ مات وهو بيلعب، هو بيلعب مثلا بقى ماتش كوره، وهو سباحه. يعني هو اثناء المباراه يقول لك ده كان في الماتش ده كان ما شاء الله عليه، وجري وراح وجي وبتاع وحط جوان ومش عارف ايه، والواد دايد اثناء المباراه، وقع مات. هتسمعوا قصص زي دي كتير. الاغرب بقى، بس انا مش هقول لك الميكانيزم النهارده لاني ماليش مزاج. معلش يا دكتور، ما يا ابني العلم بحر وانت عايز تعرف كل حاجه وانت صغنطط كده. فيقول لك ايه بقى؟ ده في حالات بقى تيبيكال، يقول لك ايه بقى؟ يموت بعد ما يخلص المباراه
ده حوالي من تلت لنص ساعة. وليه اكسبلين؟ حتى يقول لك ايه ده، احنا يا دكتور احنا دخلنا نتمرن ولعبنا وكويسين جدا، وبعدين يا دكتور دخلنا طبعا بقى ايه خدنا الدش ومش عارف ايه كده، واستحمينا وغيرنا هدومنا وخرجنا كالعادي بقى نقعد بقى في الجنينه في النادي نشرب الشاي مش عارف ايه بتاع، واحنا بنشرب الشاي راح ميت. انت تسمع القصص دي، الواد ده شكله عنده ايه؟ هو كوكب. فيا ترى بقى هنا السؤال، احنا بنوجه السؤال للايه؟ للمسؤولين عن الدوله، فاهم ازاي؟ هل الشباب الالاف المؤلفه من الشباب اللي بتلعب رياضه في مصر، كوره مصارعه زفت هباب طين، هل العيال ده ايه بيتعمل لها بيريوديك اكزامينيشن زي الناس، ميديكال اكزامينيشن زي الناس؟ ما بيتعملش زي الناس. وحياتك عندي حتى المنتخب نفسه يعني، فاهم ازاي؟ بس بداوا بقى لما بدات ناس تموت، لان في ناس في واحد مات في القصه دي، الواد اللي مات، الواد اللي مات ده بقى ده مات ايه اثناء المباراه. بس تسمع بقى اللي هيس عشان تعرف الغباء، ما هو احنا بنتماس بايه؟ الغباء. خلي بالك يا دكتور، غباء وقله اعتنا وكل واحد في مواله ومحدش ديفوتد لحاجه. ما المشكله ايه؟ انت لست ديفوتد لشيء. هذه المشكله ليه؟ عشان لقمه العيش. لو الدوله بتديني حقي هبقى ديفوتد. فالمهم عمك عبد الوهاب ده يا ابني جاله تو سينكوب قبلها في التمرين، يعني مره اغمى عليه وفاق، وبعدها بشهرين تقدر اغمى عليه وفاق. طب فين بقى الدكتور اللي معاه؟ يبقى هو عنده هو هيستوري ان هو جاله سينكوب وقع. طب احنا خدنا اي بي سي اللي بيجي له سينكوب، بنتنايل نعمل ايه لامه؟ بنعمل ايكو وبنعمل رسم قلب وبنعرضه على الكاردي باسوس. جت الثالثه الواد مات، ايه رايك؟ يبقى معلش بقى، هنا انت هنا مفروض بقى كجهه بقى مسؤوله بقى كده، فين الحمير اللي قاعدين مع الناس دي؟ شايف ليه؟ بعدين ده منتخب، يعني ده منتخب مصر، يعني المفروض اللاعب ده بيبقى شيء مهم. ما بقول لحضرتك، المهم علينا يعني. فبديك فكره، فلازم برضو يا عبد، انت لو جبت دكتور امتياز كان عرف المعلومه دي، جت كنيله ادي عم. ايه بقى الميرمرز اللي ممكن تسمعها في العين ده بقى؟ مايترا ريجيرش واورتك ستينوزس. هيروح الراجل ناتشك سؤال بقى، هينتشك هنا. خلي بالك بقى ده سؤال كلينيكا، وانت بتمتحن فين في العملي. هديك سؤال سهل قوي، انت كلنا سمعنا الاورتك ستينوزس، محدش ما بيسمعه ليه؟ لان الميربر لا مؤاخذه عامل ازاي؟ بيعمل كده، هو انا ايه اطرش؟ صح يا استاذه؟ وطبعا كلكم سمعتوا الواد محمد الصغنطر ده الرفيع اللي جاي البيت بس الاستاذه مسيو محمد شعبان اللي بيلبس، عارفين محمد شعبان؟ هل تعلم؟ طب هو عنده كام سنه محمد ده؟ تقريبا 21 سنه. هل تعلم محمد دوت متجوز؟ ما تعرفوش؟ متجوز وعنده مايا ومهند، خصوصا عارف العينين، اعرف العينين، اعرف كل حاجه عنه. فانا بقعد اقول لي شايفين الواد محمد الشقي دوت صغنطوط ازاي؟ متجوز ومخلف وانتوا قاعدين زي الهبل. انت قاعد سكة معاه. المهم فانا بقى جبت لك انا محمد ده في الامتحان، فانا عارف ان محمد كورونيك اكيوت، هعرف انت شاطر ولا لا. فاجي اقول لك ايه، شخص لي ابو الكباتن، فانت تقول لي اورتك ستينوزس، فهقول لك طب قول لي بقى هو فالفولر ولا سب فالفولر ولا سوبرا فالفولر. اوكي، فانت هنا خلينا في السب فالفولر. خلي بالك معايا، اسالكوا سؤال بس افهم الكلام، عشان انت اصل هتنسى لو فاهمه، مش هتنسى. دلوقتي انا لما بعمل سكواتنج بوزيشن، خليك معايا لو سمحت، لما انا بقرفص مش انا بعصر دمي كله والبينس ريتيرنو كله بيروح للرايت سايد اوف ذا هارت، فالدم بيزيد على الرايت سايد،
يوم الدم يخش اللانج كتير، يوم الدم يلف من اللانج يروح للليفت سايد اوف ذا هارت كتير، صح كده ولا لا؟ يبقى الليفت سايد اوف ذا هارت والرايت سايد برضو هيحصل لهم ايه بالسكواتنج دايليتيشن، لان انا عصرت دمي وبعت دمي كله لمين؟ للهارت. خلي بال جنابك لو الصمام عندي ضيق نفسه، يعني ايه ضيق؟ فالفولار، مهما الليفت فنتريك حصل له دايليتيشن اوكي الصمام ضيق نو واي، لكن هنا الصمام مش ضيق، ده الجزء اللي تحت الصمام فيه بس ايه انكروتشمنت شويه على مين؟ على الطريق المؤدي للصمام بالسيبتم، عشان كده بيسموها ايه؟ ليفت اوت فلو تراكت اوبستراكشن، بيسموها كده. فانت ايه رايك لو الحته دي كده، بص تخيل الحته دي كده اهو، لا 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 المنطقه دي كده اهو، بص وسعت كده، كل ده وسع كده، الاوبستراكشن قل ولا لا؟ قل. يبقى العيان ده هسمع الاستينوزيس هقول له ارفص، الاوبستراكشن يقل، تلاقي المرمر يقل، فهمت؟ بس كده. فهو عايز الحته دي. يبقى انت في ناس مش فاهمه، اقولها تاني، نقولها تاني، بس كده. يا سلام، يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ سكواتنج. ما هو في قاعده يقول لك ايه؟ السكواتنج دي بتزود الفينس ريتير، فالدم يروح على الرايت سايد كتير، فيروح على الليفت سايد كتير، فيلف بتاع ده، يروح للرايت سايد على اللانج ويلف على الليفت سايد. يبقى انا لما عملت سكواتنج زودت البلاد فلو على الليفت سايد اللي هو فيه ايه؟ الاوبستراكشن. فانا هنا في المنطقه دي كده الصمام ماله؟ حلو، بس في تحت الصمام شويه ايه؟ سيك انترفنتريكولار سيبتم. فيقول لك ايه؟ لو انا مسكت الحته دي كلها كده اهو، مسكت الحته دي كلها كده اهو، والمنطقه دي بقى دايليتد كده، يبقى انا فتحت المنطقه اللي تحت دي شويه. لكن لو الصمام ضيق نفسه، الصمام خلاص هو نفسه ضيق، وسع بقى الليفت فنتر، الصمام ضيق ملوش حل. فاهمين كلامي ولا لا؟ يبقى انت يو كان ريليف هذا الاوبستراكشن باي دايليتيشن اوف ذا ليفت فنتر. بايه؟ بالسكوات. طب ايه عكس السكواتنج؟ الفالزالفا يحزق. فالعين لو حزق يحصل العكس، الفينس ريتيرن يقل فالاوبستراكشن يزيد، فممكن المرمر يعلى شويه. هو عايز يقول لك ايه؟ انت هو عايز السكوات. قول له يا فندم هذا المرمر هيقل بالسكوات بوزيشن، انتوا لو فاهمينها مش هتنسوها. وخلي بالك بقى يقول لك ايه؟ المرمر اوف سب فالفولار اورتيك ستينوزيس بيزيد بالفالزالفا ولا بيزيد بالسكواتنج ولا بقى لابسك انت نسيت يا عم؟ السكواتنج يا عم بيتنيل، بيزود الفينس بيفتح القلب، يا لا يبقى الاوبستراكشن هيقل، يبقى بيقل، بيزيد بالسكواتنج ولا بيقل بالسكواتنج ولا بيزيد بالفالزالفا ولا تلاقي الفالزالفا سكواتنج دخلت في الهرنيا، راحت داخله في البتاع، نفسك انت ايه؟ خارج بلبوص. ليه؟ ليه؟ لان انا خدت المعلومه ومش فاهمها. افهم يا ابني الفهم. طيب يبقى مايترا ريجيرش. فيجي يقول لك بقى اللي ايه؟ الهوكم عنده مايترا انكومتنس؟ يس. اورتيك سينوزيس؟ اه. الميرمر بيقل بالسكواتنج؟ طبعا. في سيستوليك ديسفانكشن؟ لا. دايستوليك ديسفانكشن؟ ايوه. يبقى انا فاهم. بيعمل صادن ديس في يونج ايج؟ ايوه. بوزيتيف فاميلي هيستوري؟ طبعا. يعني ايه؟ خلاص انا فهمت الموضوع، انا طالما فهمت الموضوع اقدر انا بقى ايه؟ والله انا مش مذاكره بس انا عارف القصه دي، انا هكتب فيها كلمتين، ايه المشكله؟ لازم انا اقعد احفظ بقى البتاع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انت لو سالت اي حد على الهوكم ده هو هيروح جايب جاز، محدش تبقى عارف يعني. يجيب جاز ما يقولش فيه حاجه، فانت لو قلت بوقين بس، انت لو قلت هوكم، هوكم حلو قوي، رضا حد طايق. طيب هسال بقى سؤال هام، قول لي بقى
الهوكم ده الهوكم ده هو اديله ديجيتاليز ولا ما اديلوش؟ اولا هو عنده دايستوريك ديسفانكشن. الديجيتاليز بينفع في ايه؟ في السيستوليك ديسفانكشن. يبقى الديجيتاليز هنا ايه؟ مش مفيد. وبعدين في حاجه، انت عايز الفنتركل يبقى مرحرح ولا يبقى قافش كده؟ عايزه يرحرح عشان الاوبستراكشن يقل، يبقى الديجيتاليز ما ينفعش. فاهمين معنى ده؟ يبقى انا عايز اديله دواء يرحرح القلب هيحسن دايستوريك ديسفانكشن، وكل ما الفنتركل يبقى ريلاكسد الاوبستراكشن يقل، ولا مش معايا؟ يبقى اديله ايه؟ اديله بيتا بلوكر او فارابامين. فهمتوا؟ طب ايه الانتي اريزميك دراج؟ على فكره نسيت اقول لكم حاجه، تعرفين الاريزم هنا ايه؟ فنتريكولار تاكيكارديا، فاللي هو بيخش في اف. هو الواد عبد الوهاب ده جاله كده على فكره. اصل انا جالي سينكوب مرتين قبل كده. هو كان كاردياك بس حاجه فيري مايلد، ممكن يبقى مايلد، ده كان بيلعب مايلد خالص، هو اللي موته الاريزم. واحد حزن والله. انا حزنت على العلم، هو عمره كده بس ازاي؟ طب يموت واحنا عارفين التشخيص حد؟ فالمهم، طب نسال بقى في حاجه كده، اسال سؤال. بص يا بابا، بص يا معايا اسمعني، ايه رايك لو انا اديت للعيان ده هو، خلي بالك الحته دي خطيره جدا، لو انا اديت للعيان ده هو فازو دايليتور، ريفرال فازو دايليتور، حجم الليفت فنتركل ينكمش ولا الدايليت؟ يعني اقول لك على حاجه بسيطه، اقول لك العكس، لو انا رفعت الضغط هنا هنا في الارتريس، تلاقي الليفت فنتركل يحس ان قدامه ضغط، فالليفت فنتركل يتنفخ زي البالونه، في قدامي بريشر. لا ده انا هقلل البريفرال ريزيستنس وهقلل البريشر بالفازو دايليتور، فالقلب يلاقي الدنيا قدامه ما شاء الله سالكه، فتلاقي الهارت يروح منكمش، يقوم الاوبستراكشن يزيد. فيجي يقول لك ايه؟ الاس انهبيتور كونترا انديكيتد، فازو دايليتور كونترا انديكيتد، كله كونترا انديكيتد، نايتريت، النايتريت بتقلل الفينس ريتيرن يا ولد، كونترا انديكيتد. هي دي بقى الايه؟ دي من ضمن بقى ال 40 سؤال اللي الطلبه بتبقى خارجه يقول لك انا مش عارف في 40 سؤال ولا 60 كلب، انا مش عارف اعمل فيهم ايه. دي في كل حته بيبقوا بقى في الخوازيق دي، يقول لك مش عارف، يقول لك الهوكم ندي فازو دايليتور ولا لا؟ الهوكم ادي نايتريت ولا لا؟ سكواتنج فالزال، الله يخرب بيوتهم. فاهم ازاي؟ هي بتيجي في الحاجات دي بتبقى لان القلب بتبقى بقى الحاجات دي فكه منها، فبتيجي بقى تلقط. انت فاهم ال 150 سؤال كده؟ لا، ال 150 فيهم مينيمم 40 الى 50 خازوق. امال ايه يا باشا؟ يعني هاي ليفل، هاي ليفل. وانت حتى بص يا اخويا على كتاب الكليه بتاعك ده، في شويه اسئله ام سي كيو انا مش عارف احلها، مش انا ما بعرفش احل ده اساسا، انا عمال اذاكر فيها بقالي سنتين مش قادر افهم هو عايز ايه. الحمد لله انا ايه يا ربي. لكن احنا بقى امتحاننا احنا السنه اللي فاتت، بقول لك واحد مجنون ابن كلب حاطط الامتحان كله جه غريب، بس مسكوه ايه؟ نفضوه، نفخوه، نفخ. بس بص بقى عشان تعرف ان احنا بلدنا مش مهم، يروح جاي الامتحان الدور الثاني ميه. طب يا جماعه كده، طب ما ده انفير، انفير يعني العيال اللي اجلهم كده خد اكتر. انت فاهم الفكره ازاي؟ امتحان ايه بقى؟ ميه. ليه كده؟ يعني تجيب واحد مجنون يحط امتحان يضيع الدفعه بالكامل، وبعدين تيجي العيال المأجله دور ثاني تنزلهم امتحان سهل. كنت هات نفس الواد بقى وخلاص. لا والله مش كده، المساواه في الظلم عدل. لا ما حاجه، ما هو المشكله ايه؟ ان الامتحانات في مصر هي بتعتمد على شخصيه الايه؟ اللي بيحط الامتحان، شخصيه وسخه يبقى الامتحان ايه؟ صعب. بعدين على فكره هو مش قاصد، هو ما يقصدش، هو مش فاهم هو بيعمل ايه، المشكله ايه؟ عادي عادي، مين يعني؟ مش فاهم هو عمل ايه اصلا. دي مشكله بقى، تقعد تتكلم معاه ليه؟ ليه؟
بالظبط مش عايش في البتاع. طيب ايه بقى العمليه الجراحيه؟ ها نروح مسكينه اهو، تعال يا ابني، واروح قصص له الايه السته، تعال يا بابا، تعال يا بابا، طيب يلا توكل على الله، الف سلام، خلاص زي الفل اهو. طبعا لو مش بالعمليه بالليزر، لا الليزر ابليش يخش، تعرف الليزر ده لما بيروح بيحرق حاجه، الحاجه دي بتتلاشى تبقى غير موجوده، تقول طب هي الحاجات راحت فين؟ مفيش، زكوه بقى بخار سبحان الله رب يعني. وبعدين بقى يدوله ايه بقى؟ طب انا بس انا لسه خايف، انا لسه خايف برضه، خايف من ايه؟ من الاريزميا. ام يضرون، امشي عليه. وبعدين بص بقى جميل، احنا مش عايزين بقى المجوخه، خلاص عيش بقى عادي ومتابعه ورب ربك كريم بس خلاص خلص بقى كده. يمشي عليه على طول مدى الحياه ومتابعه. كوره ايه بقى؟ واحد عنده دايستوليك ديسفانكشن كده يلعب كوره، طبعا هيقعد في بيته، ممكن يبقى بتاع ده يدرب او يبقى متفرج بقى وخلاص، هنعمل ايه؟ الله يقول لك انا رياضي بس بتفرج بس. ريستريكتيف هي قصه الهوكم، بس لها قصه مؤلمه عشان كده حمز الريفت بالظبط. ريستريكتيف كارديو، بس هي الهوكم يعني ايه ام سي كيو ده، ام سي كيو. بس هو لو عمل حاجه زي كده في بروبلم يبقى ابن لذين، يبقى مجرم، يبقى راجل وحش. ريستريكتيف كاردوميوباثي يعني ايه بقى؟ بص بقى افتكروا كلمه اوزيس، ساركيدوزيس، هيموكروماتوزيس، امايلودوزيس، كل دول بيعملوا ايه بقى؟ ريستريكت. يعني ايه ريستريكتيف يا ابو الجباتن؟ ما احنا فهمنا بقى الموضوع انه الفنتريكل مش عارف يروح. طيب لما الفنتريكل ما يرحرحش، الليفت فنتريكل ما يرحرحش، يبقى الليفت اتريال بريشر، يعني الليفت اتريال مش هيفضي، فالليفت اتريال بريشر ايه؟ يعلى. يوم المريض يبقى عنده ديسنيا قرصون. طب لو الرايت يبقى عنده سيستميك فينس كونجيشن. فهو عارف ده بيفكرك بايه؟ بيديك صوره مشابهه للكونستريكتيف بيريكاردايتس. عشان كده من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الحاله دي، شوف كده لو في ديفرنشال ابقى اكتبها، هي مكتوبه بس يعني مكتوبه في وسط الكلام. الديفرنشال قول له كونستريكتيف بيريكاردايتس، حط تحت كده دي دي كونستريكتيف بيريكاردايتس. طب قولوا لي بقى الهارت ساوند ايه هنا؟ نسبة عن هارت ساوند الذي يعبر عن الدايستوليك ديسفانكشن، فورس هارت ساوند، مش كده يا اولاد ولا ايه؟ افكركم بالموضوع انه الليفت فنتريكل مش عارف يعمل ريلاكسيشن، فالليفت فنتريكلر بريشر بيبقى عالي، فالايتريم يعمل فورس كونتراكشن. هل الهوكم في فورس هار ساوند؟ طبعا، لان في دايستوليك ديسفانكشن، وخلي بالك ان ده برضه دايستوليك ديسفانكشن عشان تبقى فاكر. يبقى مين الكاردومايوباسي اللي انت تحسه زي ما انا خدت الهارت فيلير الدايليتد؟ عشان كده لما جالهم قلت له طب لو جالك هوكم يا عبيط ولا ريستريكتيف كنت اقول لك انت ما ذاكرتوش، انما دايليتد كاردومايوباسي انت بتكتب بيكتشر اوف باي فنتريكولار كانك بتكتب ليفت ورايت سايد فيلير، وتقريبا العلاج متشابه والانفستيجيشن متشابه وخلص الموضوع. ممكن بقى تسال اللي جنبك تقول له النبي بس قول لي كده سببين بقى من عندك، انا كتبت الكحول اديني سببين. خلاص يعني خد يا عم شويه كحول وشويه بتاع، يلا يا عم يلا سواء. ده بيبقى كونسلتو. ايه بتعمل يا ابني؟ كونسلتو يا فندم، احنا ما بنغشش. تيجي بقى هتروح عامل ايه بقى في العيان ده؟ هو هتروح عامل له ايه؟ يبقى خلي بالك من الهيموكروماتوزيس، ممكن تعمل دايليتد وممكن تعمل ريستريكتيف، خلي بالك. الساركيدوزيس هكذا. طيب العيان ده بقى الايكو هتلاقي دايستوريك ديسفانكشن، ودايستوريك ديسفانكشن مجهوله الهويه،
وبعدين على فكره بص بتاع الايكو بيعرف، هل تعلم ان احنا ممكن ساعات ناخد بايوبسي من العيانين دول عشان نعرف ان هو انت بقى لو ترجع عشان تضحك، لو ترجع انت لمين بقى؟ لكتاب الباثولوجي سنه ثالثه، تبص تلاقي فيه كده ورقتين كاردومايوبسي كاتب لك تفاصيل، هتلاقي الكلام معظمه مكتوب، بس هو بيركز على ايه بقى؟ شكل الكاردياك ماسل فايبر تحت الميكروسكوب. ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه انه ممكن تاخد بايوبسي فعلا، يعني ده ممكن اخد منه بيخش بالقسطره جوه الفنتريكل ومن ويخش من الاندوكارديوم ويروح داخل في المايوكارديوم وياخد اندومايوكارديال بايوبسي. وفي الاخر العلاج كله سيمتوماتيك، يعني وهتعالج السبب طبعا تريتمنت اوف سوكوز، بس سيمتوماتيك ده هو عنده ديسنيا وعنده كذا. هو تفتكر العيان ده ايه اهم حاجه تفيده؟ يعني غير ما تبص كده انت قولوا لي هو عنده الطبيخ اشتغل على فكره الناحيه شمين في حاجه كده اشتغلت الوليه اللي هنا دي بتعمل بيض، بتعمل بيض دلوقتي في اومليت او حاجه كده لكن هيجوعونا كده دلوقتي. الليفت ايترال بريشر عالي فالعين ديزني كورزوبنك، رايت ايترال بريشر عالي فالعين عنده سيستميك فينس كونجيشن. ايه اللي ممكن يعمل ريليف لكل الهيصه دي؟ حاجه واحده، دايوريتكس بس. اديله ديجيتاليز استكول، اديله ديجيتاليز مش هيستفيد حاجه، مش هيفيد. شفت بقى ازاي هنا هيعمل له ايه الديجيتال ده؟ دايستوليك ديسفانكشن. هو الديجيتاليز بيحسن الدايستول ان شاء الله ولا بيحسن السيستول؟ اعمل وسطى بس كده يا عم الحاج، وليلتك زي الفل. خش يا جميل على اللي بعده. مايوكاردايتس، هو المايوكاردايتس برضو عارف عباره عن ايه كده؟ بص تروح كاتب عليه كده من فوق كده باي فنتريكولار فيلير، بس كده باي فنتريكولار فيلير. ايه يا ابني المايوكاردايتس دي؟ باي فنتريكولار فيلير اكتب يلا. هتروح كاتب طب اديني والنبي سبب فايرا يلا. حلو حلو عليه. يعني اقصد ايه؟ يعني خدت فيك شفت انا كده كده هقولها لوحدي، ممكن اقولها لوحدي. ما احنا عارف انت بقى لما تيجي تذاكر في البوست والحاجات دي هتبقى كده برضه، يعني يقول لك ايه خد فكره بس افهم هو قصده دي كذا كذا خلاص. في مواضيع لازم اقراها كويس، في مواضيع ببص كده عليها عشان اعرف بس البتاع. يعني لا مايوكاردايتس ايه مايوكاردايتس دي؟ مش فاكر في حاجه، ده فايرال وكلام فارغ ومسخره وشويه هارت فيلير ليفت ورايت وقلب، يعني كله كلام ورا بعضه. ايه بقى الاسباب؟ كوكساكي انفلونزا ادي فايرال، في بكتيريال زي الليبتوسبايرا مايكوبلازما والحاجات دي. الدراج هو السايكروفوسفامايد، واضح ان الكيموثيرابي بيأثر على المايكوكاردايتس. في بقى مايوكاردايتس بتيجي من اللوبس، في مايوكاردايتس بتيجي من الروماتيك، مايروماتيك هارت اي بانكر. على فكره اللوبس بالمناسبه والروماتيك الاثنين بيعملوا بان كاردايتس، يعني كلمه بان كاردايتس موجوده في الروماتيك وفي اللوبس، فالاثنين يجي لهم ايه؟ مايو ايه؟ كاردايتس. طب العين عنده ايه يا اخويا؟ عنده بيكتشر اوف باي فنتريكولار فيلير، اتفضل اكتب يلا وانبسط. الهارت ساوندز مافلد خالص. ليه بقى بتبقى مافلد؟ ليه؟ اما عشان هنا بقى لوس اوف ذا مايوكارديال كومبوننت. خلي بالك هنا، خلي بال حضرتك هنا الفنتريكل، مش انتوا خدتوا زمان افكركم بحاجه في الاطفال كانوا يقولوا لنا ايه من ضمن الساينز اوف روماتيك اكتيفيتي مافلينج اوف هارت ساوند؟ سمعتوا الكلمه دي قبل كده ولا كالعاده؟ لا ما سمعناهاش ولا يهمك. يبقى ليه؟ عشان المايوكاردايتس، يعني دايما المايوكارديوم لما يلتهب يؤدي الى مافلينج اوف هارت ساوند، لان المايوكارديوم ملتهب فحدث لوس اوف ايه؟ اوف مايوكارديال كومبوننت. سمعتوا عن حاجه اسمها تيك تاك ريزم؟ ما هو ده، بس اقولها لكم بقى في روماتيك فيها عشان ما نضايقكوش. يقول لك الهارت ساوند اسمها لاب داب، خلاص كده اللي بيعمل لاب داب ده الفالفولار كومبوننت مع الماسكولار كومبوننت. لما الماسكولار كومبوننت يروح يبقى فالفولار كومبوننت بس، فنسميه تيك تاك.
بس ما تكتبش، بس ما تكتبش، هي جايه في روماتيك فيفر ومكتوبه تيك تاك واخر حلاوه. نيجي بعد كده عم هنعمل ايه؟ طبعا مانيفستيشن اوف زيكوز انفستيجيشن، رسم قلب، يلا مش مشكله، الايكو، الكوز، العفريت بتاع، وخلاص مفيش حاجه خالص يعني. بس خلي بالك بقى نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، الميوكارديوم لما بيلتهب، مش مكتوب عندكم سي كي؟ في هنا سي كي كده ولا حاجه؟ فين؟ عشان كده يقول لك ايه الكاردياك انزيمز، خلي بالك، والتروبونين ممكن تزيد. ليه؟ ما هتطلع من الميوكارديوم، الميوكارديوم ملتهب. انتوا عارفين البريكاردايتس بقى؟ البريكاردايتس دي بانتكال ساعات تخم خامه، يعمل ايه؟ ما هو البريكاردايتس بتعمل ريتروسترنال ايه؟ شست بين. وساعات البريكارديوم لما يلتهب يلهب مع الميوكارديوم وتلاقي تروبونين عالي والانزيمات، فيقوم يقول لك ايه؟ وكان السي كي عالي وكان مش عارف ايه؟ طب ايه الديفرنشال؟ هتقول انفاركشن فيرسس بيريكاردايتس. مش احنا قلنا حاجه زي كده هناك؟ فانت خلي بالك من النقاط دي وانت بتقرا عشان تبقى فاهم. هتلاقي الحاجات دي بروبلم في كتاب حضراتكم عشان تبقى عارفين. هتشوف يا بطل يا اهلا. التريتمنت، التريتمنت ايه؟ مش ده هارت فيلير؟ الهارت فيلير لا غنى عن الدايوريتيك والايس فيرسس اربس وخلاص، واهو تريتمنت كذا كذا كذا. بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه، الاستيرويد. الاستيرويد كانتي انفلاماتوري، بس هي بيقول لك عليها خلاف خوفا من الانفكشن، يعني لو هي فايرال، لو هي بكتيريال هناك. بس بصراحه المايوكاردايتس احنا بنفضل يعني كورتيكوستيرويد، انما في بعض الناس يقول لك عليها خلاف بدليل. يعني ايه؟ يعني انت لو انت واثق ان هي مش فايرال ولا بكتيريال، الكورتيكوستيرويد هتبقى مهمه. ولما تفتكر انت الروماتيك فيفر كان يقول لك اذا كان هناك سيفير كاردايتس اي مايوكاردايتس الكورتيزون كان واجب يعني، ودي هنقولها ان شاء الله. اخر حاجه يا عم ويبقى خلصنا، مش هناخد فيها تلت ساعه، موضوع خطوف الجراحة اسمه شوك. شوك دي بالنسبة لنا مش موضوع، دي عبارة عن تجميعة. شفت خطوف الجراحة بتالي؟ بس في الجراحة طبعا هيقولوه بطريقة الشوك هتاخدوه في الجراحة بمفهوم الجراحة. احنا نقول شوك بطريقة ميديكال مبسطة جدا يعني. يعني احنا الشوك عندنا بسيطة ان شاء الله، وهتحس انك انت عارفها مفيهاش مشكلة. اولا شوك يعني ايه يا ولاد؟ يعني سيركيولاتوري فيلير، خلاص، والتيشو برفيوجن قل وحصل تيشو هايبوكسيا. اول سبب الهايبوفوليميك شوك. طب ايه الهايبوفوليميك دي يا جميل؟ واحد نزف، واحد عنده جاسترو انترايتس، حاجات زي كده. طب ايه اللي بعدها؟ كارديوجينيك شوك، زي ايه مثلا؟ هارت فيلير، واتيفر السبب، والعين وصل الى الشوك. طب ايه كمان؟ اوبستراكتيف شوك اهي، زي الماسيف بالمونري امبوليزم اللي انا قلتها. واحد عنده ماسيف بالمونري امبوليزم، سده نص البلمونري سيركوليشن، يبقى الدم اللي رايح لللنج قليل، يبقى اللي راجع من اللنج لليفت هارت قليل. عارفين الكاردياك تامبونات بريكارديال افيوجن ضاغط على الهارت؟ طب ما ده نوع من الاوبستراكشن، يبقى الحاجات دي هنا اسمها اوبستراكتيف شوك. في نيوروجينيك شوك، انتوا عارفين يعني في ناس يا اولاد على سبيل المثال في ناس بتموت من الالم، يعني يفضل يتوجع ويروح ميت، دي بتعمل نيوروجينيك شوك. في انيفيلاكتيك شوك، الانيفيلاكتيك شوك دي زي ايه؟ زي يعني حد خد حاجه الرجيك. وعلى فكره بقت الموضه دلوقتي يعلم على كلمه شيل فيش. شيل فيش ده بقت حاجه معروفه يعني. شيل فيش اللي هو ايه؟ اللي هو الاكلات البحريه اللي لها تشيل، مش كده؟ زي ايه؟
زي الحاجة المشهورة قوي خلي بالكم منها الجندوفلي. الجندوفلي الجندوفلي بقى والكابوريا والحاجة. خلي بالك في طبق كده انا احكي لكم دي قصة بنت كلب وبتيجي في البروبلمز وطلع الموضوع ده مشهور جدا. في طبق كده لما تخش محلات السمك بس محل السمك يعني شديد فيجي يقول لك ايه النبي عايزين بقى اربعه كده اللي هو بقى بيستفتحوا بالقعده اربعه كده لو سمحت بقى فواكه البحر لو سمحت اللي هي تلاقي يجيب لك طبق غريب كده فيه شوربه بيضه وملطع فيها حاجات كده حاططها مش كده استاذ يحط بقى بيحط ايه جندوفلي على كابوريا على مش عارف قطعه كده معينه وهم يفتحوا بقى الجندوفلي ده هو يقعد ياكلوا الايه الحاجات اللي جوه وحته كابوريا وبتاع. الحاجات دي ساعات بتعمل الرجع عند بعض الناس لدرجه ان في ناس مش هتصدق بعد نص ساعه بيجي له انفلاكسس. خبر حضرتك دي نقطه مهمه جدا. فانت اكتب شيل فيش اند سام تايمز بعض السي فودز. يبقى انا النهارده خلي بالك بقى ودي نقطه هامه للغايه ان انا لازم اخد بالي من حاجه. خلي بالك. تمام؟ في بقى طبعا انتوا خدتوا السيبتك شوك في الجراحه واحنا عارفين السبسز. السبسز بيعمل فازو دايليتيشن توكسينز على مستوى الكابيلاريز فتلاقي الدم يا دكتور قاعد في الكابيلاريز وسايب السيركوليشن المريض ليه بقى ايه شوك. خلي بالك من سما عشان تفهم الشوك دي جايه منين. في اتنين شوك في كل دول اللي فيهم فازو دايلاتيشن السيبتك والانفلاكتيك عشان كده الاتنين دول هيبقوا شوكت. بس بص فلاشت فلاشت وورم جسمه دافي. ايه يا اخويا الشوك دي اللي جسمه دافي ووشه فلاشت دي سيبتك ولا انفلاكتيك؟ باقي الشوك التانية بص بيل اند كولد الكابيلاريز فازو كونستريكتد كلها عشان تعمل عملية تعويضية. فاهم انت ازاي؟ مهم جدا الكلام ده. انت بقى قاعد في محل سمك دلوقتي وعمال تاكل معلش يعني قصدك دكتور يا باشا وانت حد عادي دكتور دي حاجة جامدة قوي انت مش حاسس بنفسك لسه. فانت قاعد بتاكل في المحل فانت قاعد طبعا بصيت لقيت في ناس كده في ترابيزه كده شله قاعده وبعدين هم ايه شكلهم ايه يعني زي ما تقول ايه خلصوا اكل وبعدين بيتكلموا بقى وبيشربوا الشاي وبتاع والحاجات دي كده عدى نص ساعه خلي بالك. فانت لقيت في واحد راجل ايه بدا ايه تعب خلاص زي ما تقول ايه اغمى عليه بدا يجي له اغماء. انت طبعا انا باكل بس انا طبيب تروح انت قايم على طول وتروح متجه لهذا الرجل. ممكن تاكل مثلا جاله اغماء من اي حاجه ممكن عنده انفاركشن عنده زفت الطين بس احنا قاعدين في محل سمك انا فاهم. رحت داخل على الزبون كده بصيت عليه بصه خفيفه قوي بجسه كده لقيته مش مدلك ولقيت وشه ما شاء الله محمر دي يعني فلاكسس كلت ايه يا منيل. تروح انت على طول تروح انت بعت حمار منهم ادرينالين يلا يا حمار روح الصيدليه اللي بره دي هات لي حقنه كورتيزون وادرينالين تروح مدي له الحقنه تلاقي راجل فاق وترجع تكمل اكلك. يبقى انا راجل فاهم اللي بيحصل. يبقى انت كل ما تخش محل سمك هقول لك على حاجه ما تاخد معاك الحقن دي برضه ليك وللاسره. ايه دايخ يا حبيبي حاسب دوخه وتروح مدي له الحقن كل ما يهمكش عادي خالص. طيب لو معاك حماتك بقى لا دي وحاسب بدوخ اعمل نفسك مش فاهم سيبها بقى لحد ما تنام ثيرابيوتيك كله ثيرابيوتيك. بص اعمل بقى كلونيا كلونيا يا حبيبتي يا حماتي كلونيا سيبها تفطس بقى مع الابوك المخ. هيماتولوجيكال تشينجز اول حاجه ايه الهايبوفوليميك شوك. بص بقى يا اولاد في مجموعه من الضغوط مهمه جدا الفينس بريشر والارتيريال بريشر. خلي بالك اي شوك لازم الارتيريال بريشر يبقى واطي
بس بص بقى هنا، انا عندي هايبوفوليميك شوك، يعني انا ايه ما فيش دم فيا ولا حاجه، يبقى الفينس بريشر واطي والارتيريال بريشر واطي، شيء طبيعي. طب هيحصل لي ايه؟ بريفرال فازو كونستريكشن، يعني مكتوب انكريز بريفرال فاسكولار ريزيستنس. يعني ايه؟ يعني بريفرال فازو كونستريكشن يعني المريض هيبقى بيل وكولد. يقول لك ايه ده؟ وقع يا دكتور وجسمه دلك وبقى لونه زي البفته، عايز ايه؟ ادي علامه من العلامات. اقلب الصفحه هتلاقي ايه بقى؟ الكارديوجينيك شوك. هو القلب ايه وظيفته بالفعل؟ القلب وظيفته يضخ الدم ويستقبل الفينز. لو الهارت حصل فيه فيليير يبقى الارتيريال بلاد بريشر لو، بس هاي فينس بريشر. وات اباوت ذا بريفرال فاسكولار ريزيستنس؟ برضه زايده في فازو كونستريكشن وهتلاقيه بيل اند كول. اللي بعده اللي هو برضه كاردياك تامبونات والبلمونري امبوليزم ذا سيم، نفس الكلام. عشان كده يا اولاد تلاقي ايه في بعض كتب تكتب الكاردياك تامبونات والهارت فيلير والماسيف بلمونري امبوليزم وكله تحت عنوان كارديوجينيك شوك، كله شباب بعض. بس يقول لك لا، يعني كارديوجينيك يعني القلب هو اللي فيه المشكله، دي تعتبر يعني نوع من المكتف قصاده حاجه، فاهم قصدي؟ طيب مين كمان بعد كده؟ الانيفلاكتيك. هتلاقي الراجل ايه بقى هنا اللي يميزه؟ انه فلاش اند وور سيبتيك، فلاش اند وور. خلي بالك من دي. يعني هقولك على حاجه برضه عشان انت برضه الموضوع يخيش في نفوخك، ما تنسيش كان زمان يا دكتور، يعني ايام يعني مثلا قول من 15 سنه كده، ما كانش فيه بقى حتى في البيوت ما كنتش لاقي حد قوي، يعني تلاقي الناس اللي عندها تكييف مش كتير، كانوا قليلين لسه يعني ناس متعوده على المراوح والحاجات دي، وكانت الدنيا وكانت جو افضل، مش عارف ليه الجو حرر كويس. وكذلك السنترز، ما كانش فيه في السنترز، يعني يقول لك السنتر مثلا من 15 سنه او من 20، 15 مش هقول 20، نادرا لما تلاقي فيه ايه تكييف. فكنت تلاقي العيال ايه طبعا مراجعات وبتاع وفي عز الصيف يا عيني، والعيال بقى مجهده والجو حار، والعيال بقى طبعا عمال يفقد من جسمه سوائل وعرق، فاللي تلاقي ضغطه اوريدي واطي بالذات الفينيل كان يغمى عليهم كده، معروفه الحاجات دي تمام. طيب فجينا في يوم كنا بقى في قاعه كبرى وكنا بنراجع بقى مراجعات فظيعه زمان، بس كان ايامها بقى التكييفات بقى طلعت، والقاعه دي بقى قاعه اصلا معروفه يعني. فالمهم ايه؟ التكييف شغال، فبصينا لقينا ايه؟ في بنت ايه؟ اغمى عليها. فطبعا البنات خدوها كده على جنب كده، فطبعا لازم انا اوقف، رحت نازل بصيت كده، فطبعا انت بتشوفها النبض مش عارف ايه، البنت بص ايه؟ وور وشها فعلا محمر. ازاي؟ فطبعا انت خالك من الحاجات دي تخليك تلقط بسرعه العيان، واخد بالك انت ازاي؟ فصاحبتها بقى اللي معاها هي اللي بتقول يا دكتور هي تعبانه بقى لها يومين وعندها برد، وبتاخد بتاع ده اسمه سوتريم. سوتريم ده ايه؟ سلفا ده بيعمل الرجي على فكره، بيعمل ايه الرجي. فطبعا يعني خلاص، طب انا اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ اطلع يا ولد، واد من الشباب اجري بسرعه، فاهم انت ازاي؟ ايه؟ وهات لي هيدروكورتيزون. انا قلت ما فيش داعي للادرينالين، يعني استنى على الادرينالين، هيدروكورتيزون. رحنا مدينها الهيدروكورتيزون، قامت وقعت كويس، وفعلا قالت كده، وبقت هي تقول ايه بقى؟ بص خباك، المريض الشوكد ممكن يبقى كونشس بس يبقى هو ايه؟ هو تعبان. تقول لي انا سامعاكم يا دكتور كلكم انتوا بتتكلموا، وعايز ارد عليك بس مش قادر اتكلم. يعني هو ايه؟ يعني العين الشوكد مش لازم يبقى في غيبوبه، لا انا ممكن ابقى صاحي وممكن اتكلم وممكن ما اقدرش اتكلم وممكن وعيي يروح تماما. فتعالى بقى نشوف هنا الايه الجنرال فيتشرز. هتلاقي بقى الهايبوتنشن والتاكي كارديا، وهتلاقي طبعا بقى خلي بالك هتعلق بقى على البلس، هتعلق على البلاد بريشر، الفينس بريشر. وخلي بالك في حاجه انتوا تسمعوا عنها طبعا اكيد في الجراحه، الكابيلاري ريفيلنج. بتعملوها ازاي؟ يعني بتضغط على ضفرك شويه، تلاقي ضفرك بقى بيل تشيل، بيحصل ريفيلنج في خلال قد ايه؟
2 seconds على الاكثر. لو اقل من 2 seconds يبقى واضح ان في ايه. بس خلي بالك القصه دي مش هتحصل في مين، ما هو مين اللي الكابيلرز بتاعته اوريدي مليانه، الانفلاكتيك والسيبتك. فبقول لك انا موضوع وورم وكول مهم قوي الكلام. طيب بعد كده المانيفستيشن بقى خلاص، احنا الهايبوفوليميك شوك، السكين بيل، الجد. على فكره ما تنساش الحته دي، ايه اكتر اورجان بنستغله في معرفه التيشو بريفيوجن؟ كلى بالقسطره. يقول لك هو ضغط واطي يا دكتور، بس القسطره جايبه بول. طب حلوه، احنا لسه الدنيا حلوه، اصل الكدني بتصمد شويه يعني. بعد كده هتلاقي بقى اللي هو في المانيفستيشنز خلاص، دي هايبوفوليميك ما فيهاش بقى جديد. كارديوجينيك شوك، تلاقي بقى ساينز اوف مايوكاردايتس، ساينز اوف كونجستد نيك فين، هارت فيلير، اوبستراكتيف زال كاردك تامبوناد، البلسس بارادوكسس، الكوزمول ساين. كلام بقى بص ايه اللي احنا خدناه قبل كده. انيفيلاكتيك، اوعى تنسى بقى الانيفيلاكتيك دي بقى لما جابوها. ما انا هقول لك بقى احنا ايه حصل عندنا مره مشكله، حصل مره ايه مشكله. انيفيلاكتيك شوك دي بروبلم، دي معروفه في كل المسلمين. يعني بيقول لك ايه ده، انا بسالك في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي انت واخده من سنه ثانيه وسنه ثالثه يا راجل. فعشان كده لما اجي اقول لك انا ايمينولوجي، وانا مش هديك الايمينولوجي ايمينولوجي يعني، بس اقول لك ايه يعني مؤاخذه، يعني عيب لما تبقاش عارف الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن يا راجل يا راجل. ما تصحش ولا ايه راي حضرتك يعني؟ فلما بيجيبوها. وبعدين على فكره ده سؤال ريتم، يعني سؤال خمس نمر. بص ديسكرايب تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، افتح كده موجود عندك يعني، بس دي شورت كده. فطبعا الانفيلاكتيك شوك بقى هتلاقي الضغط واطي، هتلاقي الفينس بريشر برضو بيوطى كله واطي. بس في حاجه مهمه جدا، ما الفينس بريشر ما يعلاش الا في الكارديال. وقلنا الكابيلاريز بقى طبعا العيان، طبعا فلاج العيان، وورم العيان، مش كده برضو ازاي بهذا الايه المرض. بس ممكن بقى المريض بقى يقول لك ايه، بص بقى عنده برونكوسبيز، عنده ويزي تشيست، عنده سكين ريش. ساعات ممكن المريض ات ذا سيم تايم يحصل له إديمة في وشه، إديمة في وشه اللي هي ايه، إديمة مكتوب عندك ولا بيسموها ايه، انجيو، اكتب عليها انجيو نيوروتيك إديمة. في حاجه؟ لا ده في حاجه ماشي. الست دي، الست دي ما شاء الله عليها كويسه جدا. يا بخت جوزها، الراجل يخرج الشغل يرجع يلاقي الاكل كده. يا سلام، بس هي هتموته طبعا لانها شغاله. ما هو الاكل ده هو اللي بيموت الناس. يبقى ادي الايه الانفلاكتيك. تيجي انت بقى في الايه، في السيبتك شوك طبعا برضه نفس القصه، وورم فلاشد، في signs of infection إلى آخره إلى آخره. monitoring clinical بقى البالور واليورينري أوتبوت، كلام كله مكرر. وكلنا نسمع عن السوان جانز كاسيتر، دي بتقيس إيه دي؟ الإيه؟ الويجد بالمونري أرتري بريشر، مش كده؟ طب يعني ايه بقى، يعني ايه ويجيت بريشر؟ بيسموها ايه بالعربي؟ الاسم بالعربي لو الترجمه تموت من الضحك، اسمه الضغط الانحشاري. ايه رايك في الترجمه دي؟ والله الضغط الانحشاري مش عارف ايه، لان هو بيمسكوا ايه، بيمسكوا القسطره يفضلوا يدككوها 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 لحد ما تبقى ويجيت تقف، يروح قايس الايه البريشر. الحكايه دي مش مهمه بالنسبه لنا قوي دلوقتي، انما هي يعني يمكن في الجراحه اشاروا يعني اليها، مش كده؟ وهي ساعات بتعمل بعض الكومبليكيشن، ممكن تعمل اريزميا، ممكن تعمل انفكشن، ممكن تعمل ثرومبو امبوليزم، يعني حاجات معينه. بس انا اسال سؤال، يعني هو ايه قيمه ان انا اقيس البلمونري ويجيت بريشر؟ ايه القيمه يعني؟ يعني انا عايز اقيس البلمونري بريشر ولا عايز اقيس ايه؟ بص يا دكتور، يقول لك البلمونري ويجيت بريشر ده اوكي معناها ان انا
على مقربة أو بيرفلكت بشكل indirect البلمونري فينس بريشر والليفت إيترال بريشر. ما أنا هقول لك ليه. لو الليفت إيترال بريشر عالي البلمونري فينس بريشر هيعلى، فده بيعمل باك بريشر على مين؟ على البلمونري أرتريول. ما هو البلمونري أرتريول راحت تصب فين؟ في البلمونري فينيول. والبلمونري فينيولز هتصب فين؟ في الليفت إيتريال. فأنا إزاي أنا أخش بالأسطرة للليفت إيتريال؟ حاول تخش كده بالأسطرة للليفت إيتريال، هتخش بقى من الأورطة هتلاقي نفسك هتخربق الدنيا، هتعمله خربقة فعلا. فيقول لك لا، طب وليه؟ طب ما تخش من رايت سايد واعمل ويجيت بالمونري بريشر. لما تلاقيه عالي تعرف ان الراجل ده هو ممكن يخش في بالمونري ايديما. دي قصه كده هبقى انا اقولها لكم في مره ثانيه. ما هو بص ولا ايه؟ ولا مش فاهمين انتوا؟ يعني انا هديك مثال. اسلي الليفت ايترال بريشر، اسلي البالمونري فينس بريشر. امسك بقى قسطره كده وريني هتمشي ازاي. هتخش من الاورطه وبعدين تروح داخل ليفت فينتريكل وتروح طالع عكس الاتجاه مخربق له الدنيا وطالع له في الليفت ايتريم، وبعدين تروح داخل يعني تحس ان انت ماشي بطريقه وحشه. لك لا لا لا، امشي يا عم من الفيمورال فين يا عم، وخش الرايت سايد رايت فينتريكل وخش بالقسطره بس جوه شويه لحد ما تبقى ويدجي. البريشر ده لما يعلى تعرف ان الدنيا بايظه في البلمونري فينز والليفت سايد اوف ذا هارت، ده عيان هيبقى لايبل جدا للبلمونري ايديما، ويمكن دي هتبقى ليها قيمه في التشست شويه في موضوع كده انا هقول لكم عليه اللي هو ايه. يا ابن العفريت يا دعي، بس انا مش هقولها دلوقتي. يعني ما اجي اقول لك ايه واحد عنده بلمونري ايديما هي كارديوجينيك ولا نون كارديوجينيك، هتعرف بالبلمونري ويجيت بريشر ده. بتلاقيه عادي تعرف ان هي كارديوجين، بس انا يعني هبقى اشرحها، انا بحب اشرحها هناك يعني. لا ما شاء الله كويسين. نيجي بقى في الاخر خالص انفستيجيشن بلاد بيكتشر مش عارف ليفر ايه ايكو كلام جميل جنرال ميجر. اي مريض عنده شوك هتعمل له ايه؟ هتدي له ايه؟ بيتر تيروي عفريت بتاع اكسجين. طب هسال سؤال يلا بقى قولوا لي، اللي عنده شوك ايه الافضل، الكريستالويد ولا الكولويد؟ تدي ايه؟ كريستالويد. ايه؟ طب هقولها لك بطريقه بلدي، هقولها لك بطريقه بلدي بطريقه بلد. ايه اللي بيعمل فاسكولار اكسبانشن اكتر، الكريستالويد ولا الكولويد؟ انتوا عارفين الفرق بينهم يعني؟ الكلام ده واخدينه فين؟ في الفارما. يعني ايه كريستالويد؟ عارف ايه هم كريستالويد يا اخويا؟ اللي هو السلايد والجلوكوز والحاجات بس كده. فلو واحد عنده شوك وانا ناوي اديله كريستالويد، انا مش هديله جلوكوز، هديله ايه؟ سلاين. بس اعمل حسابك ان السلاين اللي انت بتديله ده هو ده يعمل له سبورت نص ساعه ساعه، مش هيفضل قاعد هو في السيركوليشن يا حبيبي. يعني انا لقيت عيان لقيت ايه؟ لقيته نزف والواد ضغطه وطي، وانا لقيت فين؟ في الاسعاف او في اي مصيبه، هروح معلق له السلاين، افضل اديله سلاين كده واطلع على الجلوكوز بيحصل له الرابيد كونسامشن، سلاين هيقعد شويه في السيركوليشن، بس هو كريستالويد هيدوب وهيخش على التيشو في الاخر، فالضغط يرجع ايه؟ يبقى انا عايز احط له حاجه ما تبقاش ميتابولايزد، اللي هي اسمها ايه بقى؟ كولويد. اللي هو اسمه ايه بقى؟ هديك اسم كولويد، اسم تجاري، خد الاسم التجاري، اسمه ايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ مريض عنده هايبوفوليميك شوك وانا عايز اعمل له انترا فاسكولار اكسبانشن، تدي له ايه؟ هتلاقيه كاتبها كولويد، هو عايز الكولويد. اللي هو مين بقى في السوق اسمه هيما؟ انت بقى اسال الحاجات دي مهمه في الميديسن، هيما جيل. الهيما جيل ده من الحاجات الكولويد المشهوره في السوق. حتى تلاقي لون المحلول كده محلول بسفر وتحسه كده
تحس فيه الزوجة كده حاجة يعني تقيل. يخش بقى في الاي في تلاقي الراجل ضغطه بقى حلو. بس ما تقعدش بقى ايه الراجل عمال يخر وانت بتدي له هيماجيل يخر هيماجيل تلاقي الراجل في الاخر بقى بيخر هيماجيل. يعني برضه زي عيال ايه بيخدوه قاعد تدي له صلاين. طبعا عمال يخر دم يخر دم يخر دم وده يدي له صلاين بغبائه وما بيعالجش الموضوع لحد ما الراجل بدا يخر صلاين الدم خلص. هو الدم انت فاهم الدم ده ايه ده 5 لتر يا لا فممكن يخلصوا على طول. لك عمره كده نحن منفذي إرادة الله. تيجي بعد كده يا جميل العلاج السبيسيفيك. ايه السبيسيفيك تريتمنت؟ هايبوفوليميك هنديله فلويدز ونقل دم. سيبسيز عايزين ندي ايه؟ انتيبيوتيك. انيفيلاكسيس انا هسألكم بقى سؤال بس انتوا خلاص قرطوها للأسف. بتدي ادرينالين بتدوا الادرينالين سبكيوتينيوس ولا انترا فينوس ولا انترا ماسكولار؟ سبكيوتينيوس 1/10000. سبكيوتينيوس 1/10000 هو 1/10000 فعلا. بس هو على فكره لاحظ بقى هنا بص الانفلكتيك شوك بص يا جميل اي ام لما تقول له ليه بقى احنا متعودين على السبكيوتينيوس. سبكيوتينيوس بقى ناخدها في البرونكال ازمه ناخدها في حاجات كتير قوي. خلي بالك النور بتاع ده الادرينالين بيتاخد باربع طرق تحت الجلد اي ان اي في انترا كاردياك. الانترا كاردياك خدناه في الكاردياك اريست والانترا فينوس في الكاردياك اريست بشرط تقعد تعمل كاردياك مساج عشان السيركوليشن تبقى ماشي عشان الدواء يوصل. سبكيوتينيوس فور اكزامبل زي برونكال ازما زي حاجه. انما في الانفيلاكتيك شوك الراجل شوك فلو اديته سبكيوتينيوس مش هيبقى ابسورد يبقى لازم تديله ايه؟ انترا. عشان كده يقول لك ايه؟ تديهوله ازاي؟ فتديله سبكيوتينيوس يقول لا انترا ماسكولار عشان بقول لك انيفيلاكتيك شوك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ الكلام ده مهم جدا. واكتب يا بطل التركيز 1/1000 صح كده؟ طبعا التركيز ده مشهور قوي يعني يعني حاجه 1/1000 انت بتكتب فيها تاخد اي في الحاله دي. لا انا قلت لك انت مكردك واي في في الاريزما لو حد خده اي في بيعمله اريزما يفطس. بنديه ايه بقى؟ نص ملي ليتر انتراماسكولار فولود باي خلاص كده هو طبعا هو من نص الى 1 ملي حسب بقى وزن العيال تديله على طول اصل ده ممكن يفطس. بس انا بيني وبينك الواحد مش عارف ليه بيخاف من انت مش عارف ليه انا بخاف منه ما اعرفش ليه. بس انت ما تلاقي العيال بيفيص اديله بقى قول ما هو ميت اهو هتعمل ايه؟ تمام كده. ال هما بقى لما جابوا البروبلم بتاعت دي جت مره على فكره زمان قوي قوي شيل فيش دي شيل فيش والله كانت بروب عارف كانت سنة كام يا دكتور؟ مش هتصدق سنة 91 حياة ربنا كان الصدر فتح بقى سنة 91 البروبلم دي موجودة عندنا من سنة كام؟ سنة 84 دور تاني بدأوا يشتغلوا على البروبلمز بدأت تشد بقى في التسعينات والألفينات والحاجات دي شدوا جامد قوي بقى فيها فراحوا جايبين مره للعيال ايه الشيل فيش دي. فالعيال طبعا ايه هو ايه الشيل فيش ده؟ ايه الشيل فيش؟ مش عارفين يعني ايه شيل فيش؟ مش عارف ما اعرفش طبعا كان يوم اسود بقى ما حدش حلها خالص الا قدر قليل. ليه بقى؟ لانه هو حط فيها ايه؟ هو حط شويه برضه قال لك المريض حس كده ان هو عايز يهرش بعدين وشه ورم شويه ووقع على الارض وصدره زيق ففي واد واحد في الدفعه قال لهم يا جماعه دي انفلاكتيك شوك. فاهم ازاي؟ هو طبعا يبص انفلاكسيز الكلمه دي تاخد لها بتاع 150 راس اللي هم هيسمعوها. هو ده الركن ده اللي حل البروبلم.
الباقي كله بقى اعتبرها ايه بقى؟ اعتبر الباقي كله قالك ما الشيل فيش دي ايه؟ في عيال قالوا ايه على الشيل فيش برضه؟ ما في واحد وضحها، قالوا يا جماعه اي اكلات بحريه عليها شيل. ففي واحد قال لهم ايه؟ بص ام الخلول. عارفين ام الخلول؟ ام الخلول طبعا دي اللي بياكلها ده مش انسان. ياكل ام الخلول ده مش انسان. طبعا انا مش عايز اقول لكم الخلود دي عباره عن ايه، انت هتفتح هتشوف المنظر بنفسك، تفتح الصدف تلاقي فيه سوري بربور بربور جوه البتاع. المهم فالعلقه قال لك ايه، هو كل ام الخلود فجاله فود بويزون، هو جاله فود ايه بويزون. ادي مربع تاني، وحق ده كان يوم كان كوميدي واحنا عمالين نسمع بقى وعمالين نضحك. اقول لك ايه، في مربع بقى واخد ركن كده تاني خالص، الراجل في المسألة قال لك ايه؟ قال كلمة تلخبط، قال لك ان العين لما وقع حس بالضعف وان هو مش قادر يقف على حيله، ويكنس وحاجات زي كده. المهم يعني ففي عيال قالوا ايه؟ ويكنس بوتيوليزم. يعني انا جالي بوتيوليزم، يعني انا كلت الاكل بعد نص ساعة جالي بوتيوليزم يا حمار. ما تشوف الانكوبيشن بيريو بتاعت البوتيوليزم ده 36 ساعة. فانقسموا ثلاث أقسام، فاهم ازاي؟ لو الراجل يقول لك ايه، بص what is the immediate line of treatment، immediate hypersensitivity reaction، خلي بالك. فالوقت قالوا بص immediate الادرينالين والهيدروكورتيزون. فانا طبعا انا يوميها ما خبيش عليك خرجت، انا كنت حزين جدا يوميها، لان احنا نفسنا كنا واقفين، احنا كنا صغيرين برضو في الوقت ده، وقعدنا نسأل بعض كتير او عشان نوصل لها. فانا فعلا رحت مراحل البيت طبعا حزين بقى حزنان، عشان عارف ان العيال اتأثروا في هذه البروبلم، العيال كلموا نفسهم يعني، واخد بالك انت ازاي. فرحت مراحل البيت، رحت جايب ايه بقى، هاريسون، ما هو هاريسون ده تكست بوك. فقلت افتح الهايبر سنسيف ده، بفتح يا ابني لقيت مكتوب ايه، قصة الشيل فيش. لقيتها قصة مشهورة في كل ما افتح بعد كده، شيل فيش سي فود. خلي بالكوا ليه بقى، عايز يوعي الناس، لان الناس كلها اوكي بنسلين وحقن بنسلين، لا ده الانفلاكس بتيجي من خوازيق تانية خالص، والعين يقع وانت مش عارف هو عنده ايه. ماشي يا شباب، شكرا. في بريدوز يعني هي وامس ادرينالين واحد على الاقل، ونص مللي واحد مللي ايضا.